بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. سيظل اسم الأهلي دائما صانع الحدث، مرادف النجاح في الأرض والفضاء، غدا واليوم وفيما مضى. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس. ولما كانت الحلقة 920 من ملك وكتابة، كان الأهلي النادي والفريق والقناة في المقدمة دايما يا باشمهندس، في المقدمة وصانع الأحداث. يعني امبارح يعني كلنا سعدنا بالخبر الذي أعلن بفوز القناة بأفضل قناة رياضية، وانت عندك مجهز لنا حاجة في هذا الشيء. تمام، والأهلي يتوهج عالميا، عشان كده دي أيامه السعيدة في حلقة هذه أبرز عناوينها. قناة الأهلي والقمة الدائمة. الأهلي أيام القيمة والمكانة. منافس عنيد في تحدي جديد. ها، كاس دي ولا ايه؟ ابو الوفا تكلم حتى اراك. الخطيب ولحظات الحسم. كوبري من تحت الكوبري. واخيرا ودائما المجري، الصدق والانتماء. ده محتوى حلقة النهاردة، لكن خلونا في البداية وقبل ما ندخل في الكورة والتفاصيل والقطر واللي فيها وباتشيكو والقصة والحكاية، خلينا نهني جمهور الأهلي يا باشمهندس بنجاحات قناة الأهلي، قناة الأهلي والقمة الدائمة. طبعا امبارح أنا يعني كنت فخور استمرارا لفخر وزه مستمر منذ نشأة هذه القناة العظيمة أغسطس 2008، اللي أحدثت مؤكد تغيير في الإعلام الرياضي وفي نوعية حتى نقل أو التوك شو أو وهنتحدث إذا كانت لنا فرصة بسبب كيف نشأت وكيف تطورت. ولكن بالأمس وهذا الشاب الجريء المقتحم الذي لا يعرف إلا النجاح هشام جمال، وهو يعلن عن فوز القناة المركز الأول في جائزة ذا بيست بعد شهرين ونص من عودتها في ثوبها الجديد، وبعد الدعم الرائع بالكابتن أحمد شوبير. وده يعني خلاني أفكر الحقيقة مش المهم إنك تنجح، المهم إنك تستمر وتتطور ودائما تسعى إلى خطوات جديدة تسبق بها الآخرين، وهو ما يحدث في قناة الأهلي. ألف مبروك لكل أسرة قناة الأهلي، وطبعا التهنئة موصولة لكل جماهير النادي الأهلي، لأنه لولا جماهير الأهلي ما كانت أبدا قناة الأهلي في المقدمة. هي دي قيمة جماهير النادي الأهلي. نشوف الأستاذ هشام جمال وهو يتسلم جائزة ذا بيست لأفضل قناة رياضية. تحصل على افضل قناة، وده امر بالحقيقة بيسعدني جدا جدا. الجوائز الجماعية دي حاجة بتسعدنا نسمع كده. ويتسلمها المخرج هشام جمال المشرف العام على القناة. انا بقولها بمنتهى الروح الرياضية ولبس احمر. مساء الخير. طبعا يمكن العادي ان النادي الاهلي بيستحوذ على كل الجوائز في الطبيعي، ممكن تكون قناه النادي الاهلي لاول مره المره دي بتاخد جائزه احسن قناه رياضيه، واعتقد ان السبب في ده ان احنا لاول مره حاولنا في المده القصيره اللي احنا اشتغلناها، احنا بقالنا بالظبط شهرين ونص، استلمنا القناه من شهرين ونص، حضرنا في اسبوعين،
طلعنا ببرنامج حارس الاهلي لكابتن احمد شوبير اللي بيعتذر عن الحضور لانه على الهواء دلوقتي، وطبعا الاساتذه المهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي وكابتن اسامه حسني وكل الناس اللي كانوا موجودين من قبل كده في القناه. اول برنامج بتنتجه شركه روزنام على القناه هو برنامج حارس. باذن الله مع بدايه السنه هنبدا نطلق برامج جديده. انا شايف انه اول ما ادينا سبب لجمهور النادي الاهلي ان هو يصوت للقناه علشان المحتوى بدا يبقى شبه اللي هم نفسهم فيه، وفي ناس بتقدمه وشايفين محتوى حصري وظهور للعيبه بشكل مختلف، فالحمد لله بناخد احسن قناه النهارده لاول مره. فبشكر جمهور الاهلي، بشكر شركه روزنامه والشباب اللي بياخدوا تشالنج جديد علينا اول مره نشتغل في اداره قناه، والحمد لله مبسوطين وراضيين عن النتيجه بشكل مبدئي. شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، كل الناس اللي شغالين معانا في القناه، وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الراجل اللي مش هعرف اوصفه في كلام قصير، كابتن محمود الخطيب. شكرا. شيء جميل طبعا، وهو نجاح متراكم. دي قيمه النادي الاهلي بقى. ايوه، في كل مجال. الكل يبني على مثلا تاريخ طويل من النجاح المتراكم، وكله تحت ظل الالتزام بثقافه ملزمه كود وروشتة للنجاح، ما حدش يخرج براها. كلنا ملتزمين بمعايير قيم العمل الجماعي وقيم ومبادئ تقود النادي الأهلي، المصداقية، الاعتماد على النفس وعلى العمل الجماعي. عمرها ما كانت الغاية تبرر وسيلة عندنا، ولكننا الغاية هي التي تصنع الوسيلة لتحقيقها بمفاهيم النادي الأهلي. ده كلام مهم فعلا يا جماعة، لأنه هذا النجاح الكبير اللي عليه شاشة قناة الأهلي التي التف حولها الملايين من عشاق الأهلي وجماهيره، هو التفاف حول مبادئ النادي الأهلي وإجماع على قيمة النادي الأهلي وعلى هذا البناء الكبير جدا من الثقة بين الأهلي وجماهيره. الشاشة انعكاس حقيقي لثوابت النادي الأهلي ونظام عمله، زي الكرة بالظبط وزي كل ما يخص النادي. يمكن مجلس الإدارة الحالي من أول ما تسلم مهمته في الدورة اللي فاتت مش من دلوقتي رفع شعار أجيال بتسلم بعض، وبالفعل في كل شيء يخص النادي الأهلي جيل بيسلم جيل لتبقى راية الأهلي دايما مرفوعة. اليوم قناة الأهلي تتصدر المشهد في الإعلام الرياضي كصاحب المركز الأول في جائزة ذا بيست. السنة اللي فاتت كانت قناة الأهلي أيضا في المقدمة وتسلمت جائزة وشوشة كأفضل قناة رياضية. نفكركم عشان تطمنوا وتتأكدوا، هكذا الأهلي وهكذا سيظل النادي والقناة. قناة الأهلي بفضل ثقة حضراتكم ومتابعة حضراتكم وشعبية الأهلي وجماهيريته الكبيرة، ألف مبروك لزميلنا هواند سري في جائزة وشوشة، فازت بأفضل مقدمة لبرنامج صباحي. وطبعا قناة الأهلي فازت بجائزة أفضل قناة رياضية، وده بيأكد يا جماعة الأداء الرصين والأداء المسؤول والأداء المهني والأداء المنضبط والأداء المرتكز على ثوابت مهنية لا تتغير بيلاقي هذا التقدير. ألف مبروك لنهواندو، ألف مبروك لأسرة القناة. الزميل العزيز الأستاذ إيهاب الخطيب قبل ما طبعا تحدث وفاة والده النهاردة كان قد حضر لاستلام هذه الجائزة. نشوف هذا التقرير. أجواء حلوة، أنا دايما بحب استفتاء وشوشة لأنه دايما الأفضل يبقى الأفضل عربيا، كمان في تصويت جمهور، وإحنا طالما حاجة فيها جمهور بالرغم على جمهور النادي الأهلي دايما بيحطنا في المقام رقم واحد، لكن إحنا نتمنى إننا كقناة نبقى رقم واحد عند جمهور النادي الأهلي فعلا. جمهور النادي الأهلي قلبا وقالبا في ظهر قناته. طبعا أكيد بستغل يعني النجاح النهاردة وإن إحنا أفضل قناة رياضية. أنا ألتقط جملة مهمة جدا من كلام الأستاذ إيهاب وكلام حتى الأستاذ هشام، عندما ذكر جماهير الأهلي التي عندما تراهن عليك أو تراهن عليها هي اللي بتنصفك. أي شيء له علاقة بالجماهير اعرف أن الأهلي سيكون الأول دائما. استفتاءات في المكانة، أنت لسه مخلصين أحسن نادي في الشرق، أحسن نادي على مستوى
العالم باستفتاءات جماهيريه، ده دليل قوه جماهيرك وحجم الجماهيريه بتاعتك اللي محدش يقدر يفاصل فيها ولا يقدر عليها. كمان لما تخش في الاقبال الجماهيري، سواء بيعمل لك اعلى رعايات، اعلى قيم بث تلفزيوني، كل وسائلك عندما تطرح في استفتاءات تحصد المركز الاول، وده اللي انا بقوله، سيظل الاهلي دائما صانع الحدث ومرادف النجاح. ده كان في، يعني احنا بنتكلم تفوق في 24، صداره كمان في 23، في 22 كان الاستفتاء لقناه الاهلي افضل قناه رياضيه عربيه في احتفال مهم جدا كان في مهرجان الفضائيات العربيه 2022، وكانت الاهلي الشاشه الاولى. اي حاجه فيها الاهلي تبقى شاطره وتبقى صح. جمهور النادي الاهلي اي لاف يو، لان انا اهلاويه جدا جدا جدا، ومسك المايك لونه احمر، وانا اهلاويه من زمان قوي. هقول ايه، الاهلي يعني ما اقدرش، الاهلي واحد بس، الاهلي اونلي وان. الاهلي عايزه ايه؟ الاهلي يا فندم. انا اهلاوي يعني ومن عيله اهلاويه. دوري وكاس اهلي اهلي. ان شاء الله ناخد الدوري السنه دي وناخد كل البطولات كالعاده يعني. اللون ده له في قلبي مكانه كبيره قوي. استفتاء المره دي اقليمي اوسع بقى، وما كانش في الرياضه بس، واضح ان كان في الفن وفي قيم اخرى. استطاع النادي الاهلي ان يفرض وجوده وان يرسم البسمه على وجوه مش الرياضيين، حتى اهل الفن سمعنا احتفائهم بهذا الفوز. وده يا استاذ ابراهيم بيقول لك برضو انت نجاح عابر الحدود. ما في سنة بتعدي على الأهلي بدون بطولة، وما في سنة عدت على شاشة الأهلي بدون جايزة. في 2021 كانت الأهلي أيضا في المقدمة. جائزة أفضل قناة رياضية لسنة 2021. للعظمة للنادي الأهلي واللون الأحمر. الأهلاوي مش هيسيبنا. قناة النادي الأهلي ويتسلمها الإعلامي إيهاب الخطيب رئيس القناة. طبعا دايما متعودين في النادي الاهلي اننا نكون رقم واحد، فمش بعيد على قناه الاهلي انها تكون رقم واحد. شكرا لجمهور النادي الاهلي، شكرا مجلس اداره النادي الاهلي، شكرا مجلس اداره استادات، شكرا شركه لايف، وكل الشكر طبعا كل الشكر لمستر علاء الكحكي واحمد الهواري، وشكرا، والاهلي دايما رقم واحد. وهكذا الامر متوارث ومتوالي. واعتقد يا استاذ ابراهيم لو عايزين ناخدها سنه سنه، كل سنه من سنوات القناه حاجه بتشاور على الاهلي ان هو رقم واحد من اول انطلاقه القناه وتطورها المستمر، والامال التي تعقد الان
بعد الإضافة القوية بدخول إعلامي كبير زي كابتن أحمد شوبير، وتحت زي ما قلت لك إشراف شاب جريء ومقتحم ولا يعرف إلا النجاح، فوجد ضلاته في الارتباط أول مرة يخوض تجربة مع قناة إعلامية ورياضية تحديدا. يعني يلاقي هذا النجاح السريع مبروك لينا كلنا، وكل التوفيق فيما هو قادم لإدارة القناة ولنادي الأهلي طبعا ولجماهيره صانعة الحدث مرادف النجاح. وفي 2020 كانت جائزة أخرى كبيرة، الأهلي أفضل قناة رياضية عربية في مهرجان الفضائيات العربية. نهاني تحياتي لحضرتك وتحياتي كابتن أسامة عراض كابتن عادل، تحياتي لكل جماهير النادي الأهلي. مبروك مبروك علينا كلنا، مبروك علينا كلنا، مبروك على منظومة الأهلي، مبروك على منظومة قناة الأهلي، مبروك على منظومة شركة لايف اللي بتدير قناة الأهلي، الشركة الكبيرة العملاقة، الشركة الوطنية الكبيرة اللي عاملة مجهود كبير جدا جدا جدا. والحقيقة الجائزة دي جائزة جماعية زي جائزة الفريق الجماعي، لأن كلنا في شركة لايف بنتعامل بشكل جماعي، وده نتيجة العمل الجماعي، مفيش حد بنخص بيه الجائزة دي مخصوص، لكن هي الجائزة دي تعبنا كلنا وشقانا كلنا ومجهودنا كلنا. والجائزة دي يمكن أول مرة قناة رياضية تدخل تاخد الأرقام الكبيرة دي جدا، الاستمتاع كان قوي جدا على مستوى الوطن العربي. مهرجان الفضائيات العربية النهارده كان بيكرم يعني نجوم كبيرة جدا جدا في مجال الفضائيات والرياضة والفضائيات، وبالتالي لما تكون قناة النادي الأهلي الأفضل عربيا ده لقب كبير جدا ومسؤولية كبيرة بنحطها على عاتقنا في المرحلة المقبلة. لسه بنقول اللي قناة الأهلي فيه وده من شركة لايف، لسه في أمور كتيرة جدا بفضل الله في المرحلة الجاية. لازم نوجه الشكر لإدارتنا العليا في شركة لايف، طبعا بخص كمان الأستاذ محمد كامل والأستاذ محمود عدلي. النهارده الأستاذ محمود عدلي المدير التنفيذي لشركة لايف هو اللي استلم الجائزة نيابة عننا كلنا وعن شركة لايف. مبروك لكل مشاهدي قناة الأهلي، مبروك للعاملين في قناة الأهلي، مبروك علينا كلنا صفحة ومن أول السطر، وإن شاء الله في انتظار أعمال أخرى وجوائز أخرى. مبروك علينا كلنا كابتن. زي ما قلت لحضراتكم النجاح متراكم ومستمر عبر إدارات مختلفة لازم نفيها حقها، وعبر منصات متعددة بتعطيك مصداقية، لأن محليا اللي احنا شفنا هذه يعني الجوائز تمنح بشكل مستمر، وفضائيا على المستوى العرب. ولو رجعنا بالزمن يعني بالتالي عشان نختصر المسافات عايزين نرجع كده في خطوة للبدايات شوية، هل كنا بناخد جوائز ولا ما كناش؟ القناة الأهلي يا جماعة رأت النور في أغسطس 2008، كان مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي ربنا يديله الصحة وطولة العمر بذل جهود كبيرة جدا لإحداث هذه الضربة المهمة جدا، واطلع بهذا الملف الكابتن حسن ومجلس إدارته، وكانت هذه الانطلاقة الكبرى لقناة الأهلي أغسطس 2008 بالتعاقد مع شركة راديو والتلفزيون العرب ART هي اللي تولت الإدارة في بداياتها. الحقيقة يمكن أرشيف القناة مش موجود لأنه في حوزة الART، لكن في 2011 كانت الصحف والمواقع تتحدث عن قناة الأهلي تفوز بجائزة أفضل قناة رياضية عربية، وده يمكن اللي نقله اليوم السابع في 2011 قناة الأهلي تحصد جائزة أفضل قناة رياضية زي ما انتم شايفين. وقال الخبر ساعتها كان بتسلم الجائزة الأستاذ محمود البط عليه رحمة الله، وهنا يعني يمكن دي مناسبة ان احنا نترحم ونشكر كل من عمل على إضاءة شمعة في مسيرة قناة الأهلي الحافلة بالجوائز، واللي الحقيقة ادت كتير جدا مع كل إدارة تولت إدارة القناة من خلال النادي، كان الحقيقة الكل بيبذل كل الجهد لأن تبقى قناة الأهلي الأولى دائما يا باشمهندس. الحقيقة الجائزة دي بالذات بعتبرها يعني تخصنا شوية، لأن احنا التطور حصل ازاي يا جماعة؟ احنا القناة لمت مجموعة من الإعلاميين ابتدت بيها، فكان
والرياضيين اللي هم اصحاب الطعم الخاص، فكنت موجود والاستاذ ابراهيم المنيسي موجود والكابتن سيد عبد الحفيظ موجود والاستاذ محمد الليسي موجود، وبعدين محمد الجند وياسر ايوب بعد كده اضيف ياسر ايوب واضيف كابتن محمود بكر الله يرحمه. لا انا بكلمك على التطور بقى. ايوه. فالقناه ابتدت ب برنامجين، الاهلي اليوم كان بيتقدم 4 ايام في الاسبوع، كان بيتناوب عليه انا والكابتن سعد عبد الحفيظ، والاهلي ميديا، وده كان اول مره يتعمل نقله من الميديا لشاشات القنوات الرياضيه عن طريق الاستاذ ابراهيم المنيسي والاستاذ محمد الليسي. رأت القناه بعد سنتين، على فكره الفتره الاولانيه دي ابتدت القناه بدايه قويه جدا، استضفنا فيها يعني الكابتن الجوهري جه، كابتن مانو جوسي جه، الوزير عبد المنعم عماره جه، الدكتور كمال درويش جه، عمار الشريعي، عمار الشريعي جه، يعني حلقات تاريخيه، صلاح منتصر، او صلاح منتصر، فهم عمر، انا استضفت كل هذه القامات وكان ليها الشرف. ايوه. بعد كده اداره القناه ارادت ان تطور فقالت لا هنعمل لكل واحد برنامج، فالاهلي اليوم هيقدمه الكابتن سعد عبد الحفيظ، الاهلي ميديا هيقدمه استاذ محمد الليسي، وعدل الخير استاذ ابراهيم المنيسي يفكروا لنا في حاجه يقدموه. وكانت فكانت انطلاقه ملك وكتابة. ملك وكتابه، لما قلنا طب احنا الاثنين هنعمل شكل جديد، ان احنا الاثنين نعمل برنامج يعتمد على التوثيق وعلى الصوت والصوره، انت قلت ايه ودلوقتي بتقول ايه والحدث موثق ازاي، وبدا التاريخ يفرض نفسه من خلال صوته اللي اصبح 920 وبعد كده طور 920 حلقه. اه اصبح النهارده 920 حلقه، النهارده الحمد لله مستمر، يعني مفيش ثنائيات استمرت في تاريخ الاعلام. استحملتني كتير. اه ومستعد اشيل لك واجري بيك لسه. فالإله زميل زي الاستاذ ابراهيم النسي الله يكرمك، تقييمة كبيرة، لازم استمر معاه، تقييمة كبيرة، ولاقي قناه يعني هي حته مني، يعني هو كان مشروع انطلق من النادي الاهلي وكلفت به اداره التسويق والاستثمار تحت اشرافي، وجبنا موافقات مجلس الشعب وجبنا موافقات الوزاره وانشانا شركات، والحمد لله النجاح مستمر وسوف يتطور، لانه في ايد شباب بقى، في شباب دلوقتي دخل يقدر عليها. دي كانت مسيره قناه الاهلي يا جماعه. اليوم القناه في قمه توهجها، في الصداره، شان كل شيء يخص النادي الاهلي بفضل توفيق الله سبحانه وتعالى ودعم وثقة جماهير النادي الأهلي اللي دايما بتحط الأهلي، النادي والقناة وكل ما يتعلق بالأهلي في المقدمة، ويا رب دايما إن شاء الله. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هناخد كل جماهير الأهلي بقى ونروح الدوحة نشوف في إيه هناك. أهلا بحضراتكم من جديد. شفنا قناة الأهلي والقمة الدائمة وإزاي من أول ما نشأت وهي باستمرار في هذا التوهج حتى بلغت الذروة والنجاح في الجائزة الأخيرة اللي حصلت عليها كأفضل قناة رياضية مصرية. لكن الحقيقة عشان تشوفوا بس النادي الأهلي لما بيعمل حاجة بيعملها على أساس قانوني وإداري سليم. النادي الأهلي عشان يحقق حلم امتلاك قناة رياضية تتحدث باسمه، كما كان أول نادي في الشرق الأوسط يمتلك صحيفة تتحدث باسمه من مارس 74، اهتم الكابتن حسن حمدي ومجلس إدارته وقتها بتأسيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي. شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي اللي اطلعت بإطلاق قناة الأهلي، هي السند القانوني والمالك لقناة الأهلي أو المدير ليه. الشركة فضلت في تطور دائم ومستمر حتى وصلت إلى قمة نجاحاتها في المرحلة الأخيرة برئاسة الأستاذ محمد يوسف رئيس الشركة، واللي بتواصل معاه قناة الأهلي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي في تقديم أفضل محتوى يؤهل القناة إنها تكون في الصدارة يا باشمهندس. مشوار طويل وزي ما قلت لك متراكم من جهود و إجراءات غير مسبوقة، كل
كل حاجه عملها النادي الاهلي ما كان لهاش مرجعيه. هو كان يصنع الحدث. البايونير الرائد. انت عشان تاخد موافقات ما كانش في واعمل 1 2 3 عشان تجي لك الموافقه. انت ابتكرت الطريقه واقتحمت جهات الاختصاص وبتعاون معاها من خلال وزاره الشباب ومجلس الشعب استطعنا ناخد الموافقات، فخدنا الموافقات في الاستثمار في الرياضه بشكل قانوني وبشكل يحدد تقدر تعمل ايه وشركات تنشا ازاي. فانشانا شركه الاهلي للانتاج الاعلامي لتمتلك القناه، ومن ثم تقدر تروح تعمل شراكه اداره بس هي ليها ال 51% والكارت الذهبي في السيطره على القناه، وهذا الامر ما زال مستمرا واتعملت على اساس سليم. النادي الاهلي له حقوق من اول يوم قدرت بحد ادنى 8 مليون جنيه في السنه رغم النجاح الكبير اللي والمصروفات الهائله كانت بتدفع، نجاح متراكم يستحق باستمرار ان احنا نشير الى اصحابه المستمرين ونطلب منهم مزيد من التطوير. الحقيقه ده الشيء بالشيء يذكر لانه مجلس اداره الكابتن حسن حمدي وقتها كان فيه الكابتن محمود الخطيب، كان فيه المهندس ابراهيم المعلم اللي بالمناسبه بين قوسين بنبارك له على جائزه البطل النشر الدولي اللي حاز عليها مؤخرا الاسبوع الماضي، جائزه دوليه في النشر بنبارك له عليها. كان ايضا في جهود كبيره للراحل الدكتور محمود بجنيد عليه رحمه الله، كان المهندس عدلي في اداره التسويق والاستثمار اللي طلع بامتلاك النادي او تاسيس النادي لهذه الشركات اللي ظلت شركه الاهلي للانتاج الاعلامي من البدايه. كابتن صالح بانك يبقى والفكره قديمه قوي يعني ان هو عايزين نحول الاهلي الى شركه، وتم تطوير تنفيذ الفكره بشكل يمكن تنفيذه لان النادي الاهلي صعب تحوله لشركه لانك عندك قاعده هائله من الاعضاء ما يقدروش يكونوا الجمعيه المالكه. وهكذا الاجيال تتوالى حتى وصلنا الى مجلس الاداره الحالي اللي كمان ضخ فيه الكابتن محمود الخطيب مجموعه من الشباب الواعدين النابهين لاحداث المزيد من التطوير والقدره على ولوج مجلس اداره النادي الاهلي وكل كيانات النادي للافكار الجديده. واحد من اعضاء مجلس الاداره الحاليين دكتور محمد سراج. محمد سراج لسه راجع من معايشه في ريال مدريد وقدم للكابتن محمود الخطيب تقرير عن فترة معايشة قضاها المهندس محمد سراج في نادي ريال مدريد خلال الفترة الأخيرة، تعرف فيها على أساليب العمل في قطاعات النادي الأسباني، ناقش بعض المقترحات لأوجه التعاون المشترك والمأمول بين الأهلي وريال مدريد. وتقرير سراج للكابتن خطيب تضمن أفكار كتيرة مع المسؤولين الأسبان عن قطاعات الناشئين والشراكة العالمية المسؤول عن الرعاية والتسويق وإدارات المباريات والتذاكر والإعلام وفريق تطوير استاد سانتياغو برنابيو ومؤسسة ريال مدريد. تقرير المهندس محمد سراج للكابتن خطيب أيضا تضمن تفاصيل زياراته للمدينة الرياضية معقل الفريق الأول للنادي الملكي، فرق الناشئين في كرة القدم وكرة السلة وأساليب رعايتهم وطرق الاهتمام بيهم. وكمان التقرير تضمن تلبية عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الدعوة لزيارة جريدة ماركا العالمية ومقر لاليجا، حيث عقد اجتماعا مع خوان كاسترو مدير القسم الدولي بجريدة ماركا وجوزيه مويا مدير مؤسسة لاليجا التعليمية. وحرص سراج الدين على إهداء شعار الأهلي لعدد من مسؤولي ريال مدريد وهم خوان كاميلو مدير إدارة الإعلام، باولا سيرانو مدير قطاع الشراكة العالمية جوزيه، وباس مدير إدارة المباريات والتذاكر، علشان يقدم عضو مجلس إدارة الأهلي الشاب لرئيس النادي هذا التقرير عن هذه المعايشة اللي بتبين لكم قد إيه النادي الأهلي منفتح على كل أفكار التطور العالمية لأنه بيأمل ويطمح في آفاق بعيدة. شوف الخبر ده أهميته تكمن في إن بتوضح استباق النادي الأهلي للأحداث والتفكير في بكره وازاي يأهل نفسه واهل كوادره ويقترب من النظام الدولي والعالمي بشكل ممنهج وغير صادم علشان يطور الاداء. المره دي من خلال مجلس اداره في مجموعه من الشباب الناجح جدا شديد الكفاءه. ايوه فالنهارده الكابتن الخطيب يحسب له كمان
ان بعد ما كان في شركه واحده اصبحت الشركه دي حاضنه لاربع او خمس شركات باذن الله في المستقبل. ايوه. تغطي كل انشطه النادي الاهلي، فانت بتشتغل بفكر استثماري ما جاش من فراغ، انما من تصورات واحلام انت مصدقها وتشتغل عليها. الخطوه اللي خدها الاستاذ سراج النهارده بتمهد لقرارات اخرى هنراها في تطوير النادي الاهلي باذن الله. ده مهم جدا، قلت لكم عايزين نروح الدوحه بقى نطمن معاكم على الاهلي واستعداداته لمباراه باتشيكو 7 مساء السبت ان شاء الله باتشوكا المكسيكي. الفاروق صلاح موفد قناه الاهلي الى قطر. يا فاروق مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي، ويا ريت تاخدنا كده في جوله معاك في الدوحه. برحب بيك استاذنا الكبير استاذ ابراهيم المنيسي، وبرحب طبعا بالمهندس عادل القيعي، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خليني في البدايه اقول لك يا استاذ ابراهيم واقول للمهندس عادل القيعي، احنا موجودين امام الميناء وفي الخلفيه ورانا استاد 974 اللي ان شاء الله تقام عليه مباراه الاهلي وباتشوكا المكسيكي في تمام الساعه 8 بتوقيت الدوحه، 7 بتوقيت القاهره. يا رب كلمة بتتقال هنا في كل مكان، جمهور النادي الأهلي اللي عامل ملحمة، يعني ملحمة بكل ما يعني ما تحملها الكلمة من معنى. استاد 974 اللي شفناه كلنا بالأمس في مباراة بوتافوجو وباتشوكا بإجمالي حضور 12,000 متفرج حضروا مباراة باتشوكا وبوتافوجو، أغلبهم كانت من جماهير النادي الأهلي أو الجالية المصرية اللي كانت عايزة تشوف مين اللي هيكون منافس للنادي الأهلي. يعني بأكد لك وبحسم هذا الأمر، الساعة الرسمية بالكامل 45,000 متفرج اكتملت تماما قبل هذه المباراة. جمهور النادي الأهلي على الموعد إن شاء الله، يا رب تكمل على خير يا أستاذ إبراهيم يا باشمهندس عدلي، وجمهور الأهلي يعمل ملحمة تكلل إن شاء الله بالانتصار والصعود إلى مباراة ومواجهة ريال مدريد يوم 18 بإذن الله إن شاء الله. وده خبر مهم جدا، وأنت دايما واقف و في مصر وراك النيل، وهنا وراك الميناء الميناء والاستاد، مش ناقص غير الوجه الحسن، نعتبر يا سيدي انت الوجه الحسن. يا استاذ شريف، يعني فاروق. انت يعني فاروق فاروق استاذ فاروق، انت كنت ما بقول لفروض صلاه نسيت اسمه نسيت طعمه. هو مجتهد جدا فاروق الحقيقه، وخدنا بقى في التفاصيل وحالة الفريق والأجواء اللي عندك. الأجواء بقى، هل كيف يعني يتم عزلهم عن كل الاحتفالات اللي حواليهم كما عودنا إدارات الأهلي ورؤساء بعثات الفريق باستمرار؟ لأن الحقيقة صعب قوي في ظل هذا الاندفاع الجماهيري أن نحقق هذا. هل ده قادرين نسيطر عليه ولا؟ قول. يعني خليني يا باشمهندس عادلي كده مع يعني اخد حضرتك واخد الاستاذ ابراهيم المنيسي وكل جماهير النادي الاهلي ان احنا نعيش الجماهير في الاجواء منذ يعني اللحظات الاولى للفريق في مطار القاهره. طبعا وجود الكابتن محمود الخطيب اللي اكيد حضرتك عارف يا باشمهندس عادلي والاستاذ ابراهيم المنيسي، كابتن الخطيب بيتحامل على نفسه في الفتره الاخيره رغم مرض وتعب الكابتن الخطيب في الفتره الاخيره، ولكنه اصر ان يكون على رئاسه بعثه فريق النادي الاهلي. طبعا مع وجود المهندس خالد مرتجي القائم باعمال نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، دكتور محمد شوقي، الاستاذ طارق انديل، الجميع قالوا للعيبه من اول اللحظه الاولى في مطار القاهره احنا كلنا معاكم، عندنا ثقه فيكم. وجوه لاعبي النادي الاهلي عندهم شغف كبير جدا، عايزين نعمل تاريخ يصعب الامور على الاجيال اللي جايه في النادي الاهلي، اللي طبعا نتمنى ان كل جيل يجي في النادي الاهلي يعمل بصمه تصعب الدنيا على الجيل اللي بعديه، وكل جيل يتجاوز هذه المرحله. طبعا كان استقلال طائره خاصه، يعني الفريق رحلته متجهه الى الدوحه على متن طائره خاصه، رحله طيران استغرقت ساعتين و45 دقيقه. كان الوصول الى مطار حمد الدولي بالورود تم استقبال النادي الاهلي، جانب من الجماهير اللي كانت موجوده من الجماهير النادي الاهلي والجاليه المصريه اللي كانت في استقبال النادي الاهلي، يعني
النداء والكلمة اللي كانت بتتقال يا رب يا رب تفرحونا زي ما عودتونا، أعتقد كلمة كانت بتقال من كل فرد هنا في الدوحة. عايز أشيد وأشكر بالإخوة الأشقاء في الدوحة، ودايما على حالة الترحيب اللي بنشوفها في أي مكان هنا في قطر، إحساسهم بقيمة النادي الأهلي. مسؤول الاتحاد الدولي هم بيتكلموا على قيمة النادي الأهلي وقيمة جماهيرية النادي الأهلي. طبعا الفريق أدى تدريبين باشمهندس عادل يا أستاذ إبراهيم، التدريب الأول بالأمس، ويمكن من المرات القليلة جدا اللي تلاقي بعد انتهاء التدريب مستر كولر يجتمع مع اللعيبة ويقول لهم أنا بشكركم النهاردة، أنا بشكركم وبشكر كل فرد فيكم على المجهود وعلى الحالة اللي أنا شفت عليها اللاعبين. أنا مش عايز أستثني أي حد من اللعيبة يا باشمهندس. امبارح التدريب من فترات طويلة حالة التركيز اللي عند اللعيبة بلغة الكورة، شفنا جوان حلوة قوي من لعيبة كتير، من وسام، من طاهر، من أفشة، من حسين بيرستاو، من فترة طويلة ما شفتوش بالجمال ده في التدريب. رضا سليم، أشرف داري، يحيى عطية الله، مش عايز أستثنى حد من اللعيبة، عمر كمال، رامي ربيعة، الشناوي، وحمزة علاء، مصطفى مخلوف، كل لعيب النادي الأهلي، عمرو السولية يعني بيستعيد بريقه ولمعانه. لذلك مستر كولر يعني في ختام التقسيمة لأ في مجهود كبير جدا، أعتقد يعني باستثناء اللاعب محمد عبد الله اللي بيجري يعني عمليات التأهيل الأخيرة وصعب جدا يكون موجود في قائمة المباراة، تقدر تقول إن مستر مارسيل كولر هيكون في حيرة، في حيرة كبيرة جدا لاختيار أي 11 لاعب يكونوا موجودين في هذه المباراة. طبعا من النقاط المهمة اللي كان حريص عليها بالأمس إن اجتماعات تدريب النادي الأهلي يكون في تمام الساعة الثالثة، لأن مستر مارسيل كولر والنادي الأهلي كان حريص إن لازم نتفرج على مباراة بوتافوجو وباتشوكا من أرض الملعب، وده كان من الأمور اللي يعني اللي خلت النادي الأهلي يكون مجيئه وقدومه إلى الدوحة قبل مباراة بوتافوجو وباتشوكا. الفريق بالكامل والبعثة بالكامل بالجهاز الفني باللاعبين حضرت إلى ملعب 9-7-4 اللي زي ما قلت لحضرتك هو في خلفية هذه يعني في خلفية الكادر اللي حضرتك شايفه، والمناسبة هو 9-7-4 تسمية هذا الاستاد لأن تم يعني إطلاق الاسم عليه لأن تم استخدام 974 حاوية في إنشاء هذا الاستاد، وأيضا أنه هو بيحمل الرقم المفتاح الدولي لدولة قطر 974. الجهاز الفني للنادي الأهلي، اللاعبين تابعوا المباراة. خليني يعني أعيش حضرتك في الأجواء أكتر، إن كان في ارتياح من جانب الجهاز الفني في فوز فريق باتشوكا المكسيكي بالمباراة، ولكن ارتياح بحذر. مستر كولر الجهاز الفني أشاد بفريق باتشوكا المكسيكي على احترامه للخصم. طبعا فريق بوتافوجو كان عنده الحالة البدنية أو مريح عدد من اللاعبين تحسبا ان ماتش باتشوكا بالنسبه له ماتش سهل يقدر يريح هؤلاء اللاعبين لمباراه الاهلي، ولكن فريق باتشوكا احترم الخصم جدا، قدر المدير الفني ان هو يسير الجيم للطريقه اللي هو عايزها، يطلع الشوط الاول بتعادل لا سلبي ثم يلعب على المرتدات. مستر كولر وهيرالد جامبريلي وكارلوس اشادوا طبعا بالحاله الدفاعيه والتنظيم الدفاعي لفريق باتشوكا وقال ان المباراه صعبه جدا. بالامس واحنا موجودين في الاستاد ان انريكو الرئيس التنفيذي استاد 974 وايضا الاستاد لوسيل قال ان نجاح البطوله بالنسبه له ان النهائي يكون بين الاهلي وبين ريال مدريد. جماهير النادي الاهلي هتعمل حاله جماهيريه عظيمه جدا، نتمنى النهائي يكون فيه الاهلي وريال مدريد. ده بالامس يعني تقدر تقول يعني التفاصيل اليوم بالامس. اللعيبه بعد طبعا الحضور للقاء في الاستاد 974 كان العوده الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي ومن ثم تناول وجبه العشاء. بعد تناول وجبه العشاء مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين كابتن محمد رمضان الجهاز الفني، قال لهم ايه المطلوب، يعني كلنا شفنا الفريق من ارض الملعب، اعتقد حاله الشغف اللي عند الجمهور وعندكم اتمنى يكون مردودها في ارض الملعب، اتمنى ان احنا نحقق شغف الجمهور، نحقق طموحات النادي الاهلي، بقت في حاله من الحماس الزايد عند اللاعبين. طبعا احترام لفريق باتشوكا، عندنا ارتياح ولكن ارتياح، في تفاؤل ولكن تفاؤل بحذر، لازم يكون عندنا احترام للخصم، ودي الامور اللي اكد عليها مستر مارسيل كولر. طبعا اليوم النهارده كان يوم اعتيادي بقى لفريق النادي الاهلي، كان طبعا بالصباح جلسه التصوير الخاصه بالاتحاد الدولي للمستر كولر ووسام ابو علي، حسين الشحات والشناوي، ثم طبعا كانت وجبه الافطار، ثم طبعا كان حضور حمدي فتحي
حمدي فتحي اللي حرص نجم النادي الاهلي السابق ونادي الوقر الحالي، اللي حرص انه يكون متواجد مع اللاعبين ويآذر من اللاعبين ويقول لهم انا هكون موجوده معاكم ان شاء الله في المباراه. واحد من اللعيبه طبعا اللي بتميز بتماسه الخلق واحساسه بقيمه النادي الاهلي. ثم طبعا كان في التحرك لملعب التدريب ملعب الارسال في تمام الساعه 5:30، ثم تدريب الاهلي الثاني على ملعب الارسال كان في تمام الساعه 6:00 قبل انطلاق التدريب. مستر مارسيل كولر عقد جلسه مع اللاعبين، محاضره في منتصف الملعب، طالب اللاعبين بقى خلاص بقى من خلال هذا التدريب بيحط طبعا الخطط او الطريقه اللي يلعب بيها طبعا ليه امام فريق باتشوكا. زي ما انت معودنا طبعا يا باشمهندس عادلي ما بنتكلمش في اي تفاصيل فنيه، ولكن هناك امور فنيه طبعا مستر مارسيل كولر بناء على مواجهه فريق باتشوكا قدر يشتغل عليها في هذه في هذا التدريب، تحسبا انك ممكن توصل لضربات الجزاء. هناك طبعا كان هناك فقره للتدريب على ركلات الجزاء، لكن يعني الحاله العامه اللي احنا شايفينها في الفريق يا رب تكمل على خير. وعايز اكد شكرنا للاخوه هنا في قطر بجد على حاله الترحيب اللي لمسنا في كل مكان، احنا موجودين في بلدنا موجودين يعني في وسط اهلنا، يا رب تكمل على خير يا باشمهندس عادلي يا استاذ ابراهيم. كان وائل جمعه مع الفرقه النهارده مش كده؟ بالفعل الكابتن وائل جمعه كان موجود النهارده ازر اللعيبه وقال الجيل ده بيعمل ارقام تاريخيه، يعني الجيل ده كسر ارقام احنا ما عملناهاش عدانا، ونتمنى طبعا ان كل جيل في النادي الاهلي يحقق هذه الامور. كابتن وائل جمعه كان ليه رسائل مهمه جدا للعيبه للجهاز الفني لكل الافراد البعثه النادي الاهلي، كلنا واثقين فيكم. قال يعني كلمه قال احنا ممكن في اوقات كتير يعني بيبقى بنقول النقد، ولكن النقد دايما بيبقى لمصلحه الفريق، لكن مستر مارسيل كولر واللاعبين عاملين حقبه تاريخيه للنادي الاهلي. يا رب يعني تكتمل الصوره باذن الله في مباراه باتشوكا، نتجاوز عقبه باتشوكا وان شاء الله نكمل يوم 18 باذن الله يا باشمهندس. ان شاء الله باذن الله. ويعني تحدثت وقفضت واديتنا يعني الجو عندك كويس يا فاروق في الاخر، حاله الطقس كويسه مش كده؟ يعني درجه الحراره بالظبط في الوقت اللي انا بكلم حضرتك فيها هتبقى درجه الحراره حاليا 21 درجه، في توقيت المباراه درجه الحراره هتبقى 24 درجه مئويه. اعتقد الجو هنا يعني نموذج ان شاء الله ان احنا نشوف مباراه ممتعه ما بين الاهلي وفريق باتشوكا. جو ممتع جدا هنا في الدوحه، يعني الاجواء كلها الجو العام درجه الحراره الامور كلها مهيئه ان شاء الله ان النادي الاهلي يصنع تاريخ. حينما يتواجد النادي الاهلي يتواجد التاريخ، الاهلي يتواجد ثم ياتي التاريخ ويكتب التاريخ باذن الله. شكرا جزيلا للزميل فاروق صلاح موفد قناة الأهلي إلى الدوحة. أعتقد حطكم في الصورة بدرجة كبيرة جدا بكل تفاصيل المشهد اللي عليه بعثة الأهلي في قطر. الأمور كلها تبدو إن شاء الله مطمئنة يا باشمهندس، والأول مرة حتى فاروق بيقول لك مستر كولر بعد التمرينة جمع اللعيبة وشكرهم. أنا ما بحبش شوف يا أستاذ إبراهيم، لا تقول لي بعد التمرين والاداء في التمرين ولا الجو ولا الترحيب ولا الجو ده. انا ليا ملعب واشوف الناس هتعمل ايه، انا عايز الغموض مش عايز الرغي الكتير قبل الماتش. بصراحه ما كنتش مبسوط بقلق، وانا قلت لك ده انا بحب الدنيا مقفوله وغامضه ونفاجئ بالاداء. ليه نقعد نعلي في التوقعات ونجيب سيره الماتش النهائي انا مش بستوعب ده يا استاذ ابراهيم. الغلط عندي على فكره، الناس بتبقى نفسها تعرف والاعلام عايز يؤدي رسالته، لكن انا راجل بخبرتي الطويله كل ما كان الامر غامض كل ما كان اقرب الى النجاح. طيب وائل جمعه مدير الكره السابق في النادي الاهلي حرص على زياره الفرقه، وكوادر الاهلي في المنصب ده يا جماعه كتيره ومتميزه في كل حقبه. النادي الاهلي اداريا بيقدم نموذج كمدير كوره، ويمكن ده المكان اللي بتصنع منه الكوادر. خالد بيبو واحد من كوادر الأهلي في هذا المنصب، استحق عن عمله في الموسم الماضي جائزة أفضل مدير كورة في مصر وحصل على جائزة ذا بيست. نشوفه. جائزة أفضل مدير كرة لعام 2024 الكابتن خالد بيبو. انا مبسوط جدا طبعا ان انا موجود معاكم النهارده، واحلى حاجه في الدنيا ان التكريم، وكمان لما يكون للتكريم وانت سبت المكان دي حاجه بالنسبه لي
ممتازة جدا وجيدة جدا. أنا بس حابب أشكر طقم العمل اللي كان شغال معايا، وهم ناس بمنتهى الأمانة اشتغلوا معايا بكل حب وبكل كل قوة عشان نقدر إن احنا نحقق اللي حققناه السنة اللي فاتت. كل الطاقم الإداري طبعا، كابتن سمير عدلي بقى وكابتن ماهر ووائل وأحمد فوزي، أنا عايز يعني أذكر كل واحد بالاسم عشان الناس دي تعبت وعلموني حاجات كتير قوي في الشغل يعني. فأنا بشكركم وسعيد إن أنا موجود معاكم، وكل الناس اللي اتكرمت ولا لسه هيتكرموا مبروك ليكم. شكرا. الحقيقة كابتن خالد بيبو ده ربنا يكرمه، لأنه ما زال يحرز الأهداف. يعني أنت تذكر بعد اعتزاله وراح معانا اليابان تكريما لمشواره الطويل معانا كمسؤول في الإعلام، واللي عمله معاه مانو جوزيه وكرمه أمام العالم كله في مؤتمر فاكر؟ قعد يبكي. ده قعد يبكي لحد ما رجعنا، ولو قلت له دلوقتي هيبكي تاني. فهو خالد بيبو يعني بيجد الانصاف. صحيح. الحقيقه يعني عشان الناس اللي كانت عماله تقول مشي وما مشيش، هي مساله فكر وتطوير. الاهلي اراد ان ياتي بمدير رياضي. فمش نتيجه رؤيه اوسع، مش ضروري التغيير يعني يبقى عقب فشل، بالعكس احسن تغيير تعمله في ذروه النجاح انك بتطور بقى. فكابتن خالد بيبو هذه لقطه للانصاف يستحقها تماما. ألف مبروك يا كابتن خالد، ومزيد من التوفيق إن شاء الله تعالى في خدمة الأهلي من أي موقع. مجلس إدارة النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب برئاسته بيشاطروا الكابتن طه الغنام، كابتن ونجم ومدرب وواحد من رجال كرة السلة الكبار في تاريخ النادي الأحزام، في وفاة المغفور لها بإذن الله زوجته والدة الكابتن طارق الغنام ورحاب الغنام وحماد حمدي الصافي. يعني علاقة أو عيلة كبيرة جدا بقت في كرة السلة والكرة الطايرة كمان للنادي الأهلي. وبيعرب الكابتن محمود الخطيب عن خالص تعزيه والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وقطاعات النادي عن خالص التعازي لأسرة الغنام في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته. أسرة رياضية يعني عريقة ومحترمة طبعا، عن جد عن احفاد النهارده. ايوه بيثروا الحياه الرياضيه في النادي الاهلي. كل العزاء وربنا يصبرهم ويكرم مثواها وتكون مثواها الجنه باذن الله. النادي الاهلي كمان مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب وجه كل التهاني للمملكه العربيه السعوديه عن نيل شرف تنظيم كأس العالم 2034، وقال النادي الأهلي في برقيته: مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أعضاء وجماهير النادي يتقدمون بخالص التهاني والتبريكات إلى الشعب السعودي الشقيق القائمين على المنظومة الرياضية في المملكة بمناسبة الفوز بحق تنظيم بطولة كأس العالم 2034، مؤكدين على ثقتهم الكبيرة في قدرة المملكة العربية السعودية وأبنائها على تنظيم نسخة استثنائية وتاريخية من البطولة، وهو الأمر الذي يعزز قيمة ومكانة الكرة العربية على الخريطة العالمية. نجاح العرب في القدرات التنظيمية وحتى في بطولة كأس العالم اللي كانت في قطر من حيث النتائج اللي أدوها، والدوري السعودي والتطوير الهائل الذي يشهده، أصبح قبلة لجذب ألمع نجوم، ما بقتش أمريكا لوحدها. أيوه. يعني هو يمكن سحب البساط من أمريكا. أيوه. ومن دوريات كبيرة. عالمية كبيرة. من أوروبا تقريباً. أيوه. يعني. لا هو الاتحاد الدولي مطمئن تماماً دلوقتي لما بيروح يسند، ولازم برضه نقول المغرب هتسند في 30. مع ده اللي استحقت عليه المملكه المغربيه تهنئه مجلس اداره النادي الاهلي ايضا، انه مجلس اداره النادي برئاسه الكابتن محمود الخطيب واعضاء وجماهير النادي يتقدمون بخالص التهاني الى الجماهير المغربيه الشقيقه وكل القائمين على المنظومه الرياضيه في المملكه المغربيه بمناسبه الفوز بتنظيم كاس العالم 2030 ضمن الملف المشترك للمغرب مع اسبانيا والبرتغال. وأكد النادي الأهلي في بيان رسمي
على ثقته الكبيرة في قدرة المملكة المغربية على أن تكون شريكا فاعلا ورائعا في تنظيم كأس العالم بما تملكه من كوادر متميزة وبنية تحتية متطورة. برضو ده استمرار لثقة الاتحاد الدولي في قدرات العرب. يعني المغرب عملت بطولة العالم للأندية ثم حققت نجاحات مبهرة على مستوى الكرة النسائية والشباب وأخيرا المركز الرابع في كأس العالم بأداء مبهر. يعني لا والمغرب كمان ليها محاولات سابقه كتيره يعني اكتر دوله احترمت حولت. كثيرا ده يعني خضعت للمؤامرات مرتين صحيح. المهم مش هي كده يعني بص المعنى الاكبر او خلف هذه الموافقات من الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي لا يمكن هيعمل بطوله الا اذا كان مطمئن للنجاح المادي بتاعها. يعني التسويق يسبق الفنيات، فمعنى كده ان ثقة الرعاة في البلدان العربية في تنظيم الأحداث الكبرى أصبحت متوفرة تماما. جنوب أفريقيا نظمت في أفريقيا، النهاردة قطر والسعودية في آسيا، قطر أبهرت. نرجع تاني في ملف مشترك لأفريقيا. عقبالنا يا رب، عقبالنا يا رب ما نقدر لما نستحقه من مكانة وقدرات هائلة ان احنا نبقى في هذه الدائره باذن الله. ولعل من حسن الطاله واحنا بنقول عقبالنا يا رب يتولى مقاليد اتحاد الكره مجلس اداره جديد برئاسه المهندس هاني ابو ريده عضو اللجنه التنفيذيه بالاتحاد الدولي بل اقدم اعضاء الفيفا. يتراس اتحاد الكره في دوره اخيره بالنسبه له وايضا مرصعه بكثير من الالام والاحلام للجماهير المصرية. الأمال الأمال والأحلام طبت الألام لا بالأمال والأحلام لتنظيم أوضاع الكرة المصرية. الكرة المصرية تستحق أنها تكون على خريطة الكرة العالمية والإقليمية في مكان أفضل مما هي عليه بكتير في كافة مناحيها وتفاصيلها. أعتقد بداية اجتماع هاني أبو ريدة ومجلس إدارته بالأمس بعد تولي العمل ونيل هذه الثقة الكبيرة من الجمعية العمومية يضع على أبو ريدة ورفاقه مهام كبيرة جدا وكثيرة يا باشمهندس، لعل ظهرت بوادرها في مجموعة من القرارات المبكرة والسريعة. يعني قرارات لي علاقة بالتطوير ولا تغيير فلان مكان فلان؟ ما هو برضو بداية التطوير تنظيم دولاب العمل. لا يعني بقى في تفعيل لكثير من أستاذ إبراهيم بداية التنظيم اللي جاي يعمل ايه؟ فاروح مغير عشان اكلفه الجوب ديسكريبشن. لما يكون جايب مهمه جديده، ما دي اتقالت لي بس ما كانش فيه مرجعيه، ما كانش فيه جوب ديسكريبشن انا عملته للي يجي بعديه، لان ما كانش فيه مرجعيه ان نادي يعمل شركات او يعمل اداره تحول النادي الى شركه او شركات. فانت كنت بتجري في المجهول، لكن لما يبقى انت ممثل الاتحاد الدولي الاقدم عندك كل الاسرار، عندك كل اسرار النجاح. افرضها فرضا على الواقع المصري، ما تاخدش راي حد وما تفكرش غير في الرياضه المصريه. وانت قلتها اخر فرصه، عشان كده انا هو قال جمله في 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 حديثه الاعلامي عايز اتوقف عندها يا استاذ ابراهيم. يعني هو لو يتحدث قال التركه ثقيله طبعا والمهمه صعبه. التركه بتاعت مين؟ انت في التركه الثقيله دي بقالك كام سنه؟ سواء بره الاتحاد او جوه الاتحاد. اوعى تقول لي تركه ثقيله، انت التي اثقلتها. لانك لو كنت من بدري خدت لنا قرارات التطوير، لكن انت يا كابتن هاني خضع لبعض الضغوط. هو بقاله 5 سنين بره الاتحاد؟ ما انا فاهم. بس افرازه ايه؟ ما انت كمان لازم تسيب لي الاتحاد، مش ارض محروقه، لازم يبقى في ناس تعرف تكمل بعديك. ابنه وتلميذه النجيب كان متواجد، احمد مجاهد. لا فتره انتقاليه نتيجه لجنه، فتره انتقاليه. لكن بتكلم على مجلس انا اتحدث عن فكر يا استاذ ابراهيم مش عن افراد، ومش بلوم هاني ابو ريده. انا بضغط عليه بصراحه، انا بضغط على المهندس هاني ابو ريده لان ثقتي انه يستطيع. مؤكد يستطيع، مؤكد يستطيع. ما تعملش حساب لحاجه ولا لحد، قول لنا الصح اللي بيتعمل بره ايه، افرضه علينا.
لكن نغير أسماء لمجرد تغيير أسماء هيؤدي في نفس المناخ وبنفس الصلاحيات وبنفس التحديات، مش هنغير حاجة. طيب، مجلس إدارة النادي الأهلي وجه التهنئة إلى المهندس هاني أبو ريدة على انتخابه رئيسا لاتحاد الكرة هو ومجلس إدارته، وتمنى لهم التوفيق في تقديم المردود المناسب للكرة المصرية، وده أيضا استمرار للتعاون الدائم للنادي الأهلي مع مجالس إدارات اتحاد الكرة فيما يخص مصلحة الكرة المصرية. وقال مجلس الإدارة إنه المجلس برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية في النادي يتقدمون بخالص التهاني إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة بعد حصوله على ثقة الجمعية العمومية لمدة 4 سنوات قادمة، متمنين كل التوفيق للمجلس الجديد والعمل على تحقيق طموحات جماهير الكرة المصرية ومساندة الأندية والمنتخبات القومية بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية. الحقيقة ضمن مجموعة قرارات أولية، يمكن 15 قرار أعلن عنها مجلس إدارة اتحاد الكرة الجديد بالأمس، كان ما يخص لجنة الحكام، وأعلن مجلس إدارة الاتحاد أنه في طريقه للتعاقد مع خبير أجنبي لتولي الإشراف على لجنة الحكام، بس كمان مهد له اللجنة قبل حضوره، وأعلن عن تشكيل لجنة للحكام يستقر أفرادها على العمل مع الخبير الأجنبي الجديد. خطوة، ودي مسألة مهمة جدا. خطوة، ما شفت قرر المجلس قبول استقالة لجنة الحكام برئاسة الكابتن ياسر عبد الرؤوف وتشكيل لجنة لإدارة شؤون التحكيم لحين تعيين خبير أجنبي. تضم اللجنة الجديدة كل من الكباتن وجيه أحمد، هشام صلاح مصطفى، جهاد جريشة، دكتور عزب حجاج، فهيم عمر، مع تعيين جيمس حنا مديرا ماليا للحكام وتكليفه بتقديم تقرير عن مستحقات الحكام بشكل عاجل. تمام. لسه بقول لك ايه، عايز اشوف التوجه. بدايه كده في شؤون التحكيم تحمل الكثير من الامال. المهم بقى اللي يجي ده هيجي بصلاحيات شكلها عامل ايه؟ هيبقى متفرغ ولا جاي يقول لنا نصايح، ولا هيبقى ايده في المطبخ، ولا هيعمل ايه؟ عايزين نشوف. عايزين نشوف خطاب التكليف، عايزين نشوف تعاقده بيطلب منه ايه، عايزين نشوف صلاحياته، عايزين نشوف. وكويس قوي، كويس قوي ان المجلس الاعلى للاعلام دلوقتي هيعفي الحكام من ضغط استوديوهات التحليل، الغى فقره تحليل الحكام. وانا من جوايا كنت شايف ان الفقره دي على قدر ما احيانا تقدم ثقافات في قانون التحكيم لكنها مليئه بتوجهات شخصيه مع بعضهم. حكام كبار كلهم، لكن المناخ ده عايز هو اللي يصلح نفسه من جواه. وعندهم، احنا عندنا خبرات ما تقدرش تقولي مش عارفين. عندنا احسن خبرات في افريقيا في التحكيم، وعندنا احسن خبراء في الناس المبطلين، ولما بيروحوا اي حته بيشرفوا مصر. يجوا مصر الكوتشينه تتلخبط، تلاقي الاوراق احنا عايزين بقى نشوف مره عمل بيحط اسم مصر قدامه. اول حاجه انه يطمن الحكام انتوا هشوف مستحقاتكم وتصرف ازاي، لان كرامه الانسان ان يحصل على حقه دون ان يطلبه. صحيح، ابسط قواعد الكرامه والعداله. ما تسيبنيش الح في طلب وتصغرني لدرجه ان انا ابتدي اقول لك اصل انا عندي واصل انا مش عارف ايه ليه. كل الناس بتشتغل عشان تؤمن مداخيل تساعد على حياه هم عارفينها بيرتبوا نفسها عليه. الحكام يستحقوا نظام يصون كرامتهم ويحميهم من الاخرين، لكن هم يحموا نفسهم من نفسهم بقى. ده كان كلام مهم جدا، وقلت لكم كان قرار مهم ضمن حزمه هذه القرارات الاوليه. نطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنشوف أيام المجد والأهلي. أهلا بحضراتكم من جديد. حقيقة وإحنا في سياق عرض توهج قناة الأهلي وتميزها منذ انطلاقها، فاتنا الحقيقة الترحم على الصديق العزيز الرائع الأستاذ خالد توحيد. خالد توحيد الله يرحمه
تولى إدارة القناة في تجربتين كان في كل منهما رائعا جدا ومتفانيا في عمله ومخلصا للأهلي النادي والقناة. خالد توحيد وفاته المنية وهو بيصلي الظهر في مسجد النادي الأهلي، فاضت روحه الطيبة في رحاب النادي، ألف رحمة ونور عليه، ولابد أن نذكره دائما بالخير والدعاء، لأنه قد إيه كان مخلص وقد إيه كان إنسان نبيل. كان إعلامي طول عمره نبيل، حلوة الجملة دي. حاجة شيكة كده، ملوش في المهاترات، رصين. ولما جه وانضم على رأس أسرة قناة الأهلي ما شفناش منه غير كل حرص على مصلحة النادي ونجاح القناة. رحمة الله عليه، ألف رحمة ونور، نموذج رائع على صديق خالد توحيد، يعني يصعب تكراره. الآن نحن نعيش الأهلي أيام القيمة والمكانة، هذا التوهج اللي النادي الأهلي عليه في بطولة الانتر كونتيننتال واللي جاية في أعقاب قرعة كأس العالم للأندية، خلت الأهلي في بؤرة الأحداث العربية، ومن ثم كان علينا استيضاح الصورة لدى الأشقاء العرب خاصة الإعلاميين. منهم معنا على الهاتف من الدوحة نجم منتخب لبنان ومحلل قناة الكأس القطرية الأستاذ فادي العمري. مساء الخير يا أستاذ فادي، تحياتي وتحيات المهندس عدلي القيعي. مساء النور، مساء النور لك لكل المستمعين ولكل عشاق نادي الأهلي. يا ريت نعرف رأيك في مشاركة الأهلي في البطولة حتى الآن، أنت متوقع إيه لمباراة الأهلي مع باتشوكا المكسيكي، وكيف رأيت حالة الفريق؟ أولا النادي الأهلي مش مجرد نادي، هو أكبر من نادي حقيقة، وجمهور نادي الأهلي لا يقال له جمهور، إنما يقال له شعب. نادي الأهلي أسلوب حياة، هو وطن، هو هذا اللون الأحمر زرع فينا منذ الصغر حب نادي الأهلي. على مستوى الوطن العربي نادي الأهلي دائما حاضر، دائما حاضر بالمناسبات الكبيرة. حقيقة باتشوكا أدى مباراة كتير كبيرة قدام بوتافوجو، واستغل حقيقة الحالة البدنية والإرهاق الذي ألحق بنادي بوتافوجو من خلال المباريات المتتابعة بالدوري البرازيلي، والسفر ال 14 ساعة كان مرهق كثير. بوتافوجو استطاع باتشوكا انه يفوز ب 3-0، باتشوكا منتشي بالنصر على بوتافوجو. النادي الاهلي اكيد كلنا شفنا بالملعب انه الجهاز الفني النادي الاهلي واللاعبين النادي الاهلي حضروا باتشوكا. انا بشوف انه المباراه نوعا ما متكافئه، تميل نوعا ما الى كفه نادي الاهلي، طالما انه جمهور نادي الاهلي بالدوحه كثير كبير. نادي الاهلي عم بيلعب بين اهله وبين ناسه، ودائما نادي الاهلي عودنا انه بالمناسبات الكبيره بيكون حاضر وحاضر بقوه. من 9 مشاركات لنادي الاهلي بالثلاث مرات بالانتر كونتيننت المركز الرابع، ممكن كثير انه يلاقي ريال مدريد بالفينال ب 18 شهر. وهذا الشيء حلم كل مشجع وكل كروي وكل رياضي عربي، انه يشوف بطل اوروبا ريال مدريد عم بيلاقي الاهلي بطل افريقيا وبطل اسيا. انا اتوقع انه المباراه نادي الاهلي يكون فيها الطرف الافضل، الطرف الافضل لما يملكه من خبرات على مستوى المباريات الاقصائيه. نحن بدنا نتذكر انه نادي الاهلي اكثر من 60 او 70 مباراه اقصائيه لعب بحياته، يعني نادي متعود على هيك الاجواء، اللعبات الاقصائيه نصف نهائي او ربع نهائي. نادي الاهلي ممكن كثير نشوفه بالنهائي مع ريال مدريد. يعني واضح ان حضرتك متابع جيد وقد تكون ايضا منتمي للنادي الاهلي من اسلوب حديثك عنه، تتحدث عنه مش لنا، ولكني عايز بقى اسالك السؤال اللي ايه، ماذا عن الاعلام او الانطباع العام النادي الاهلي في لبنان؟ هو يعني يتفق معاك في الراي ولا في؟ والله انا بدي اقول لك شغله حقيقه، كثير من اللبنانيين اصدقائي
يعني اتصلوا فيني وحكوني وقالوا لي مشان تبلغ نادي الاهلي انه هن عندهم عشاق، نادي الاهلي عنده عشاق بلبنان اكثر من المصريين نفسهم. انا بعرف اشخاص بيتابعوا تفاصيل نادي الاهلي وكل مباريات نادي الاهلي بلبنان، كل مباريات نادي الاهلي، كل دوري المصري اللي بيلعب فيه الاهلي، ودائما في كثير منهم بيلبسوا تيشيرتات نادي الاهلي دائم، يعني بتلاقيه لابس بيلبسها بالنهار بيغسلها بالليل بيرجع بيقوم يعني بالنهار بيلبسها لإله لأبنه من حبه ومن عشقه لنادي الاهلي. قلت لك نادي الاهلي زرع فينا منذ الطفوله حب اللعبه. ونادي الاهلي بس مش انه هو نادي بطولات، هو حول هذه البطولات الى عشق رياضي. نادي الاهلي بس نحضر نادي الاهلي نحن بلبنان حقيقه بيكون شعور لا يوصف بالربح وبالخساره، والخساره قبل الربح، لانه ما بيدل فريق دائما مستواه. بتعرف انت بكره القدم المستوى ما بيدل ثابت، ممكن يهبط ممكن يصعد، بس بكل المستويات حب نادي الاهلي لا يتغير عند اللبنانيين عامه. طيب ده عن الاهلي، عن الفريق المكسيكي بقى من خلال مباراته مع بوتافوجو البرازيلي، شايف مصادر قوته منين كراجل نجم كوره كبير وكمحلل؟ والله النادي المكسيكي اول شيء بدأ بالمباراه اللي لعبها بين باتسوكا انه هو فريق جماعي. اذا بنشوف بالذات على الاطراف ناحيه اسامه ادريسي اللاعب المغربي الهولندي لاعب مهاري بيعرف يتصرف بالكره، عند الروندوم لاعب منتخب فنزويلا ولاعب ايفرتون لاعب مهاجم محطه ولاعب بيعرف قائد للفريق، عنده لاعب مونسيال بنص الملعب لاعب ديناميكي منظم لعب كمان اضافي بتنظيم بنص الملعب وكمان بيزيد مع المهاجمين، دفاع منظم وقت الممكن بده يلعب دفاع منخفض بيقدر يلعب دفاع منخفض، وقت الممكن بده يعمل بريس عالي بيقدر يعمل بريس عالي ككتله عاليه. بالبوتافوجو اكثر من 6 لاعبين بملعب بوتافوجو عم يعملوا بريسنج، بيلعب بنظام ال 4 4 2 يتحول على وسط الملعب بالميد بلوك بوسط ملعب الدفاع الى 4 5 1، عندما يرجع الى منطقه الجزاء لحمايه الجزاء يكون 5 4 1 دائما روندوم بدل خلف الكره، يعني فريق منظم. بين انه جيليرمو المادا مدرب الفريق مدرب تكتيكي، هني على فكره باتشوكا بالدوري المكسيكي هو لم يوفق هذه السنه لعده امور، لانه هو يعاني حاليا ماديا يعاني كثيرا. انت تخيل انه اغلى لاعب والقيمه التسويقيه تبع افضل لاعب عندنا هو اسامه ادريسي ب 7 مليون دولار، قيمه التسويقيه للنادي ككله بشكل عام 46 مليون دولار فقط، يعني قدام بوتافوجو ال 160 مليون، يعني ثلاث اضعاف بوتافوجو وقدر هزمه 3-0. هلا بهالمباراه ممكن البحث على المساحات بالنسبه للنادي الاهلي، كيف بده يستغل هالمساحات؟ من خلال فقدان الكره او امتلاك الكره لدى النادي الاهلي. ما ننسى ابدا ان نادي باتشوكا هو نادي قوي بالارتداد، يعني التحول من الدفاع الى الهجوم، مثل ما شفنا الهدف الثالث اللي سجلوا على بوتافوجو، شفنا القوه الانفجاريه اللي عند اكثر من 4 لاعبين بانطلاق سرعه 100 متر من منطقه جزاء بوتافوجو، منطقه جزاء باتشوكا الى منطقه جزاء بوتافوجو لتسجيل الهدف الثالث. بنشوف النجاعه الهجوميه والسرعه والانطلاقات اللي عندهم، مبين انه فريق جاهز. وما ننسى كمان انه باتشوكا إلوان تقريبا اسبوع بالدوحه عم يحضر يتاقلم على الاجواء، تاقلم على كل شيء، على حاله الطقس هون، صار يعني صار متعود، هذا شيء ضرب من الذكاء انه باتشوكا يجي لهون بهذا التوقيت. هلا نحن بالنسبه للنادي الاهلي هو متعود على اللعب في قطر ومتعود جدا انه يلعب خارج الديار، اللي قدم مباراه ضد اورلاندو بيرت بجنوب افريقيا بهالمستوى التكتيكي اللي قدمه، حتى لو كان التعادل 0-0
حتى لو كانت عادة استفزازية، بس كانت مباراة تكتيكية جيدة جدا للنادي الأهلي. ممكن بوجود المدرب المخضرم تبع النادي الأهلي كولر، اللي هو بحكم العمر وبحكم التجارب اللي عنده، إلا ما يلاقوا الحلول أكيد حل نادي باتشوكا. نادي باتشوكا عنده مشاكل، عنده مشاكل على الأطراف، جهة اليمين جهة الشمال. يمكن ما قدر بوتافوغو استغل كثير يمكن اللي تعب النجوم اللي عنده، تعبانين مرهقين استهلكوا كثير هذا الموسم، بس انا اظن انه النادي الاهلي ممكن يعمل الفارق. ما بدي اقول مفاجاه لانه مش مفاجاه اذا ربح نادي الاهلي على باتشوكا. يعني انت تكاد حضرتك ترى ان الحظوظ قريبه من بعضها، يعني متكافئة نوعا ما. النادي الاهلي عم بيلعب قدام جمهوره، يمكن 60% نادي الاهلي 40% باتشوكا بحكم الارض والجمهور، لانه انا النادي الاهلي عم بيلعب قدام جمهوره، لانه الجاليه المصريه والعربيه كثير كبيره مشجعي الاهلي. يعني ممكن يتعبى الملعب 40,000، بس تقول 30,000 ان شاء الله بيكونوا نادي الاهلي ان شاء الله. طيب استاذ فادي، لو قلت لك انه الملعب هيبقى مليان، رسالتك لجمهور الاهلي في هذه المباراه تخاطبهم بايه؟ والله استقبال الجمهور امام الاوتيل وبالمطار الدوحه الدولي للاعبين نادي الاهلي كان كثير مميز، حتى امام الاوتيل. انا اطالب كل محبي وعشاق نادي الاهلي اللي بيدوا يروحوا على الملعب انه دائما تواجدوا خلف هذا النادي العريق، خلف هذا النادي الكبير بالتيشيرت الحمراء، يقدروا يقابلوا ودائما ما يسكتوا ابدا على طوال المباراه، حتى وقت اللي بيشوفوا انه الفريق المستوى هبط نوعا ما، هون اللاعبين بحاجه لهم لهتافاتهم ولتشجيعهم. واتمنى من كل قلبي انه بنهايه المباراه نحتفل كلياتنا بكاس التحدي، وما بس انه بكاس التحدي نحتفل لانه بدنا نلاقي ريال مدريد على الفينال ان شاء الله. استاذ فادي ونتواصل معاك دايما يعني في كل سعاده واخوه باذن الله. عايز اقول لك بس قبل ما تقفل، الشكر لك ولكل اخواننا في لبنان على هذا التقديم الفني المحب الرصين، اسعدتنا كثيرا، نتمنى لك كل التوفيق. كلك ذوق، والله يبارك فيكم، وان شاء الله من نجاح الى نجاح وعلى تواصل احنا مع بعض. كل الحب لك ان شاء الله للجماهير المصريه عامه. شكرا جزيلا للنجم اللبناني فادي العبري المحلل في قناة الكاس القطرية من الدوحة، حطنا في رؤية فنية مختلفة يعني كمان، رؤية عربية فيها ده 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 حميمية عالية، بيسموها سكاوتينج. أيوة، يعني عمل لنا حالة من التحليل من وجهة نظره موضوعية. لكن يا أستاذ إبراهيم، أنت عارف الفرقة دي وأنا عارف واتفرجنا عليها، أيوة، وعارفين فريق منظم، أيوة، ولياقته البدنيه هزمتنا احنا، أيوة، في كاس العالم في 2008. تقدمنا 2-0 في الشوط الاول، احرز بركات هدفا في بدايه الشوط الثاني سليما الغاه الحكم بغرابه شديده بدعوى التسلل، لنستقبل هدفين من كورتين ثابتتين ونلعب وقت اضافي كان كافيا ان يقضي على فرص النادي الاهلي. خسرنا 4-2 لأن اللياقة البدنية حسمت الأمر. فريق قوي، نتمنى أن احنا نكون على قدر من الحذر زي ما هو قال، وقدر من الاستعداد والحماسة اللي تعوض الفارق البدني. طيب الفارق البدني كان لصالح باتشوكا ضد بوتافوجو البرازيلي، وقدر يكسب 3-0، وزي ما قال فادي العمري، انت برغم الفوارق الكبيرة في القيمة التسويقية للفرقتين الا انه الفريق الاغنى اتغلب. مدربه البرازيلي مدرب بوتافوجو باولو كامبوس، كيف يرى الاهلي فرصه في البطولة ومعلوماته عنه ايه؟ نشوف. الأهلي فريق كبير بالطبع، به العديد من اللاعبين الكبار مثل حارس المرمى الشناوي وطاهر محمد الجناح ومروان عطية لاعب الوسط. هو فريق جيد للغاية. We'll play wonderful games in the club's World Cup.
لا يمكنني أن أنسى أن الأهلي سيلعب مباريات قوية ومن وجهة نظري ستكون رائعة في كأس العالم للأندية بالبطولة التي ستقام في أمريكا. أعرف الكثير عن الكرة المصرية والمنتخب الوطني أيضا الذي يقوم بعمل رائع، وهناك العديد من اللاعبين المميزين مثل محمد صلاح، هو من أعظم اللاعبين الموجودين حاليا على مستوى العالم، وكما ذكرنا الشناوي أيضا حارس عظيم، ومرموش الآن في مستوى عظيم، واحد من الأفضل في الوقت الحالي. لذلك لا ننسى أن مصر الآن مؤهلة لبطولتين كبيرتين، كأس الأمم الإفريقية العام المقبل في المغرب، بلد عظيم وقوي أيضا يقدم كرة قدم رائعة. أيضا فإن مصر مؤهلة لكأس العالم من وجهة نظري، ومصر دائما تجيد اللعب في البطولات الكبرى، لذلك لا ننسى، سيكون هذا رائعا. أتمنى أن أراكم تلعبون كأس العالم، سيكون هذا شيء لا يصدق. This will be fantastic. This will be fantastic. I hope to see you play World Cup. This will be something unbelievable. أعرف الكثير عن الأهلي وأعرف الكثير عن الكرة المصرية وعن نجوم الأهلي، وذكر الشناوي وذكر مروان عطية وذكر محمد صلاح ومرموش. ده كامبوس المدير الفني لبوتافوجو البرازيلي، لكن شايف الأهلي على وجه التحديد في الانتر كونتيننتال فرصته ايه؟ نشوفه. انت قمت بتدريب شباب بلوزداد في الفترة السابقة، وواجهت الأهلي مرتين انتهى كلاهما بالتعادل. من وجهة نظرك، ما هي نقاط او ابرز نقاط القوة لدى نادي الأهلي، او ما تعتبره قويا في الأهلي؟ هل نتحدث عن شخصية؟ هل نتحدث عن اداء فني؟ هل نتحدث عن جماهيرية؟ كما تعلم وكما ذكرت، الأهلي لديه حضور عالمي وبصمة حضور قوية عالميا، وكذلك لاعبيه منسجمان للغاية موهوبين عن حقيق، وأظن أن كل هذه نقاط قوة بالنسبة للأهلي، وكذلك أن اللاعبين لعبوا أوقات طويلة مع بعضهم البعض، الكثير خاضوا الكثير من المنافسات والبطولات، لديهم خبرة. وأظن أن عفوا ده ماركوس باكيتا المدير الفني السابق لبوتافوجو، واللي عنده هذه الدراية الكاملة عن الكرة المصرية والكرة الأهلوية تحديدا. لكن كمان الأهلي هيلاعب بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية، رأيه إيه؟ لدينا أيضا فريق برازيلي سنتحدث عنه، هو بالميراس الذي سيواجهه النادي الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، والذي وقع في مجموعة الأهلي صحبة انتر ميامي الأمريكي وبالميراس وأيضا بورتو البرتغالي. كيف ترى مواجهة الأهلي مع بالميراس وهو أيضا من الفرق البرازيلية الكبرى؟ كما تعلم فإن الفريق الأهلي يلعب وكأنه كرة قدم برازيلية، الكرة القدم المصرية أشبه بالكرة القدم البرازيلية لا سيما في الأسلوب، إذن اللاعبين يتمتعون بالمهارات، يمكنهم أن يلعبوا وجها لوجه بحرية. الأهلي لديه تنظيم جيد على أرضية الميدان، تكتيكات جيدة، حتى المهارات الفردية مميزة، وحتى اسم المدرب والمدير الفني للأهلي، إذن يمكن أن تكون المباراة مفتوحة بين الفريقين. وكما تعلم فإن الفريق والنادي الأهلي يمكنه أن يبلي بلاء حسنا في هذه المباراة ضد بالميراس. كرة النادي الأهلي كرة عظيمة، أذكر أنه كانت هناك فرصتين للنادي الأهلي وكان بإمكانه أن يغير النتيجة عندما اجتمع ببالميراس، ولكن بالنسبة لي أنا مدرب وأنا بالفعل أعلق وأعول بالأمال في أن أرى مباراة قوية للجميع، وأن يعرض الجميع كل مهاراتي، حتى المهارة على المستوى الفردي وحتى على المستوى الجماعي كلعبة جماعية. تابعنا أراء باولو كامبوس مدير بوتافوجو السابق وماركوس باكيتا برضو مدرب بوتافوجو السابق، واتكلموا الاثنين عن درايتهم بمكانة الأهلي وأشادوا بالأهلي وبعض نجومه، ولكن
باكيتا بقى اتكلم لانه كمان من خلال رؤيته مع الاهلي مع شباب بولوزداد الجزائري، خبره في متابعه بشكل شخصي يعني، اشاد بالاهلي. ولما تحدث حتى عن فرصه مع بالميراس سؤال استباقي جدا عن البطوله اللي هتكون في امريكا، قال ان الاهلي عنده فرص واهدر فرص وكسب مره وخسر مره، والمره دي انا بقول لكم الاهلي هيلاعب باتشوكا لعبه قبل كده وهيلاعب بعد كده بالميراس لعبه قبل كده، المهم الحاله اللحظيه والتوفيق الذي سيصادف الفريق في اللقاء ساعة المباراة. طيب شفنا القيمة والمكانة للأهلي عالميا، وإزاي الأهلي وصل لمكانة أصبح حديث الأوساط الرياضية العالمية، وده مش من فراغ، ده من الإنجازات اللي بيحققها والتواجد العالمي الكبير ليه. الحضور العربي القوي للنادي الأهلي أيضا متمثلا في الرأي اللي انتوا سمعتوه بكل ود وحب ودفء من الصديق اللبناني فادي العمري، اعتقد كمان من لبنان الى سوريا نسمع ايمن جاده واحد من ابرز قامات الاعلام الرياضي العربي، رؤيته للنادي الاهلي ايه؟ هي اصلا الانديه الكبيره في العالم بالظبط كبيره بجماهيرها، جماهيرها صح، كل الانديه الكبيره في العالم لابد ان يكون لها جمهور كبير ومميز، دي حقيقه، ولذلك النادي الاهلي اعتقد يعني يتميز بجمهوره بشكل غير عادي. يعني نتحدث عن نادي يمكن يكون واحد من اكبر الانديه جماهيريه على مستوى العالم، لو تحسب لو عندنا احصائيات ونحسب جماهيره، وجماهيره في مصر وجماهيره في الوطن العربي، الوطن العربي صح، ويمكن في افريقيا ايضا. وحتى اليوم كان في صحفي اخوان كارلوس من صحيفه الماركا قدم اعتذار للنادي الاهلي، لانه صحيفه الماركا كانت قللت شوي من شان النادي الاهلي، فقال نحن نعتذر ونعترف بان النادي الاهلي هو من اكبر انديه العالم، هذا نص كلام. جميل جميل. يعني حجم الاهلي واضح عند ايمن جاده وكل من تحدثه يراه واحدا من اكبر الانديه على مستوى العالم، ده ديفينيت يعني. مساله الجماهيريه محسومه ايضا، له جماهير في كل انحاء العالم، ودي احنا شفنا فادي العمري ويتحدث عن جماهيرية الاهلي ومكانته، ولكنه يعني يتحدث عن تميز جماهير النادي الاهلي والتفافها حول فريقها وتواجدها المؤثر دائما، وهو ما يجب ان نعول عليه. ما بقيناش عارفين ننصح الجمهور وسبقنا، يعني بنقول له ايه ايا كانت النتيجه ومن اول دقيقه لاخر دقيقه، او بقى عنده وعي، بقى مع ما هو سابقنا في الحته دي. صحيح. الحقيقه في جزئيه الشعبيه والجماهيريه اللي ايمن جاده اتكلم عنها، قال لك الاهلي لما تبص لحجم شعبيته الجماهيريه في مصر والعالم العربي لازم تحطه في مصاف من اكبر الانديه الجماهيريه على مستوى العالم، وده يخلينا نتذكر دايما لما بنقول ان الاهلي صاحب القيم التسويقيه العاليه وصاحب حقوق الرعاية المتميزة، ده مش من فراغ ولا هبة ولا من وزارة التموين، ده من فرط هذه القيمة وانطلاقا من هذه المكانة والشعبية والجماهيرية اللي تخطت كل هذه الحدود، وأصبحت حتى النهاردة تحديدا صحيفة ماركا الأسبانية تتحدث في تقرير لها عن الأهلي، قال لك الأهلي من الأندية الثقيلة في أفريقيا ويتباهى بسجل حافل بالبطولات القارية، وقالت انه فريق باتشوكا المكسيكي نجح في الفوز على بوتافوجو بطل كوبا ليبرتادورس في ديربي الامريكتين، وبهذا الانتصار عزز باتشوكا اماله في تحقيق حلمه بالوصول الى المباراه المرتقبه امام ريال مدريد. قالت كمان ان مدرب باتشوكا قال ان فريقه ياخذ المباراه امام الاهلي بجديه كبيره، مشيرا الى انه لا يفكر حاليا في مواجهه ريال مدريد. ورجعت الصحيفة تقول باتشوكا أصبح على بعد خطوة واحدة من مواجهة ريال مدريد في كأس الانتر كونتيننتال بالدوحة، لكن عليه أولا الفوز على الأهلي في كأس التحدي. ورجعت ماركا تقول الأهلي يعد واحدا من الأندية الثقيلة في كرة القدم الأفريقية، وقد ضمن مقعده في كأس انتر كونتيننتال بعد فوزه على اهلا بحضراتكم من جديد، ومتواصلين معاكم عن ايام هذه البطوله الكبرى الانتر كونتيننتال بالدوحه،
وكلنا شفنا فوز باتشوكا المكسيكي على بوتافوجو البرازيلي 3-0، واحتفل الفريق المكسيكي واستلم حاجة. ها كاس دي ولا ايه؟ الناس لما النادي الاهلي فاز على العين الاماراتي وتوج ببطولة الافرو اسيوي والمحيط الهادي، وده حسب نسق البطولة ونظامها، الناس فكرها مش قادر يستوعب انه بطولة الانتر كونتيننتال بطولة الاربع بطولات في ان واحد، كل حيز قاري بيتنافس مع اخر له كاس. ممكن بس انا اختلف معاك في حاجه، خدت الكاس الافرو اسيوي والمحيط الهادي لما تغلبت على العين. من فضلك ما تستخدمش الفكر وكانك تحسن الظن، لان نفس البطوله دي لو هم لعبوا فيها كانوا هيتكلموا عنها بشكل مختلف. هم مش معنيين بالفكر، مش معنيين انه يفطس اي حاجه انت بتعملها. هو ده التوجه يا استاذ ابراهيم، مش نتيجه جهل، ما نتعاملش مع الاخطاء او البتاع ان دي مش فاهمين، لا فاهمين. هنا المشكله انهم فاهمين كويس قوي، لان لما كنت بتكسب اليوم ما كسبت الكونفدراليه طلعوا قالوا ايه؟ هي دي بطوله دي؟ ده مش عارف ايه، لما كسبوها بقت هي اهم من اي حاجه تانية. واللي بيؤهل الى كاس الانتر كونتيننتال في لقاء يوم 18 مع ريال مدريد. هي دي الكاس وهي دي القيمه، وهو ده الصخب والجدل. المهندس عدلي بيقول لك ما تظنش ان الناس دي بتجهل هذه المعلومات، لكن اصوات كتيره وبقت اصوات كتيره عاليه هدفها فقط التقليل من شان اي انجاز الاهلي حققه. نتمنى انه الجماهير تاع الحقائق والناس تعرف الدنيا ماشيه ازاي. طيب الاهلي تاهل لمواجهه منافس عنيد في تحدي جديد. الأهلي مشاركاته السابقة القياسية في كأس العالم للأندية كان بنظام مختلف، لكن المرة دي أديكم شايفين مراحل التحدي من قارة لقارة، من مستوى لمستوى، من بطولة إلى أخرى، تحت مظلة كأس الإنتر كونتيننتال اللي هتتلعب بالمناسبة سنويا. يعني الفيفا كان أعلم في البداية أنه هيلعبها في السنوات الخالية من كأس العالم للأندية، لكن بقت في تفسيرات أخيرة من الاتحاد الدولي، ويبدو ربما بعد نجاح هذا الحدث الكبير في الدوحة أنه الاتجاه أن تتلعب سنويا بنفس الطريقة اللي بتتلعب بيها. نتمنى أن دايما يكون الأهلي موجود في مواجهة هذه التحديات الكبيرة لتحقيق انتصارات جديدة. الاتحاد الدولي او لجنه الحكام اعلنت طاقم تحكيم ايراني، صفاره ايرانيه استراليه، علي رضا فغاني هو حكم المباراه، الحكم الايراني علي رضا فغاني، وبيساعده المساعد الاول الاسترالي انطون شيتينين، والمساعد الثاني الاسترالي ايضا اشلي بيتشام، الحكم الرابع القطري سلمان فلاحي، وحكم الفار هو القطري خميس الماري، وبيساعده الهولندي روب دي بيرينك. طيب طاقم تحكيم ايران استرالي للمباراه، الدوحه لا حديث لها الا عن الاهلي، مفيش حاجه شاغله الشارع القطري دلوقتي الا عن الاهلي وجمهور الاهلي وماذا سيفعل الاهلي مساء السبت. عشان كده حاولنا نقرب اكتر من المشهد مع الزميل الاعلامي الاستاذ فيصل الهاجري الاعلامي القطري في قناه الكاس. استاذ فيصل مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. زين حياك الله، مسي عليك ومسي على الساده المشاهدين، حياك. قل لي بقى وانت راجل اعلامي زميل راصد للحدث في قلبه، شايف مشاركه الاهلي ورؤيتك لمباراه السبت ازاي؟ للامانه الاهلي يعني لو بنتكلم عن قيمة الأهلي أو مكانة الأهلي وتواجد الأهلي في أي مكان في العالم، فمهما تكلمنا ومهما مدحنا راح نبخس حقه صراحة، لأن الفريق بطولاته تتكلم عنه، تاريخه يتكلم عنه، جماهيريته، قيمته من ناحية فنية وحتى من ناحية تاريخية قيمة كبيرة، فمشاركة الأهلي أكيد أنها مهمة عندنا في قطر في هذه البطولة، ومشاركة الأهلي كممثل للعرب ايضا تعتبر مهمه وفيها دعم كبير.
غير طبعا تواجد في اكثر من مره في قطر وشفنا الشعبيه الكبيره للاهلي. ف للامانه الاهلي يعني له قيمته وله مكانته سواء في قطر او غير قطر. اما من ناحيه فنيه انا ما ادري يعني انتوا اخواننا المصريين تعرفون الاهلي اكثر منا. فالاهلي دائما في الاحداث الكبيره وفي المباريات الكبيره دائما ما يكون حاضر، دائما يكون بشخصيته وبقيمته في مثل هذه المشاركات. فانا راح اقول يعني مش خايفين على الاهلي سواء ضد باتشوكا او ان شاء الله حتى لو وصل للنهائي راح يكون يظهر بالصوره الحقيقيه لهذا النادي الكبير. يعني تفضل. لا تفضل. طيب من خلال مباراه باتشوكا وبوتافوجو شايف فرص الاهلي ايه في مباراه السبت يا استاذ فيصل؟ وللامانه الفرص سواء قبل حتى مباراه بوتافوجو او باتشوكا للامانه الفرصه مش صغيره للاهلي. اشوف ان الاهلي فرصه كبيره. ضد باتشوكا فرصته اكبر بحكم وضع باتشوكا، وباتشوكا تقريبا يمكن هذه المباراه هذه جات بعد 6 شهور من اخر مباراه كبيره لعبها تحت ضغط كبير. الشغله الثانيه باتشوكا متواجد او لعب اخر مباراه رسميه له تقريبا قبل شهرين اتوقع او شهر ونص قبل مباراه السفوق. فاتوقع ان وضع الاهلي افضل. الاهلي اتوقع اخر مباراه لعبها في دوري ابطال افريقيا صحيح؟ اي كان متعادل. اي انا للامانه اشوف ان وضع الاهلي افضل وان شاء الله نتمنى التوفيق للاهلي ويحقق الانتصار في هذه المباراه ونشوف ان شاء الله في النهايه يعني ياخذ اللي يستحقه ان شاء الله. ان شاء الله وسعداء بتواجدنا في قطر ودائما استضافه الاحداث الكبرى يعني بتحطنا في تحدي في وسط جماهيرنا واهلينا. وزي ما قلت حضرتك جمله رائعه دلوقتي ليت الناس تفهمها ان الاهلي مش بس بيمثل افريقيا، انت اشرت عليه انه بيمثلنا كعرب. فدي جمله مهمه جدا عشان الناس يعني اللي بتحب دايما لما يلعب الاهلي يقول لك بيمثل نفسه. مفيش حد بيمثل نفسه في المحافل الكبرى. شوف احنا يمكن في كاس العالم اللي كان بقطر ومشاركه الفرق العربيه وتحديدا المنتخب المغربي واللي سواه ترى التماسك كمشجعين، احنا نتكلم كمشجعين وكمحبين للكره العربيه نفرح دائما. اليوم مثلا واحده من الشغلات اللي صارت للاعبين العرب مثل سعود بن حميد او مرموش او اللاعبين اللي قاعدين يتالقون في الدول الاوروبيه الكل قاعد يفرح لها. نفس الشيء الفرق لما يشاركون في بطولات مثل هذه ويشارك ضد فرق غير عربيه دائما نفضل او نتمنى التوفيق للفرق العربيه على حساب الفرق الاخرى. بالعكس في النهايه هو حامل للرايه المصريه للرايه الافريقيه للرايه العربيه. بالعكس المفروض ان الكل يوقف معه سواء الاهلي او غير الاهلي كل الفرق. طيب جمهور الاهلي واضح جدا اقباله الكثيف على المباراه. والكلام ان هو استاد 974 ربما يكون ممتلئا ان شاء الله يوم السبت. انطباعك ايه عن الحضور الجماهيري وتاثيره؟ انا ترى اتكلم يعني انا محاط بكثير من مشجعين الاهلي، ما شاء الله عليكم انتم في كل مكان، يعني انا متوقع حتى راح يكون في اعداد اكبر من اللي راح تتواجد في الاستاد، خارج الاستاد راح تتواجدون في الاماكن اللي راح يكون فيها عرض المباراه. جمهور الاهلي جمهور كبير، عدد كبير خاصه عندنا في قطر له شعبيه كبيره وشفنا الشيء هذا بمشاركه الاهلي اكثر من مره. او تواجد الاهلي في مرات فيصل الهاجري من قناه الكاس القطريه، واعتقد باذلين مجهود كبير جدا في قناه الكاس في تغطيه البطوله ونقل كل الاجواء سواء خاصة ببعثة الأهلي أو أجواء البطولة، لأنه الحياة جالية الأهلاوية المصرية ورابطة مشجعي الأهلي في الدوحة مستشار حسام أبو العلا وكل الناس اللي موجودة معاه بذل مجهودات كبيرة جدا في تنظيم عمليات التذاكر، في تنظيم الحضور، في أدوات التشجيع، في كل حاجة توفر للبعثة أكبر قدر من الدعم والمساندة اللي إن شاء الله تيجي بنتيجة كويسة. بص يا أستاذ إبراهيم، المرة دي
يعني الاستعداد الجماهيري على قدر حجم الحدث. هم شايفين الحدث ده مختلف وكبير، لان خطوه ممكن تحطك في لقطه تاريخيه. الابتكار انه يعمل لك موكب بالموتوسيكلات في استقبال منظم، ده في بيدل لك الناس انا متفائل باذن الله بالمدرجات. ايوه عايز اتفائل بقى باذن الله في الملعب وما سوف يحدث فيه. طيب مارسيل كولر كمان وهو بيدرك تاثير جمهور الاهلي قوي، وجه كولر رساله مهمه لجماهير الاهلي في قطر. قال لهم في كلماته: متشوقون جدا وسعداء ان احنا هنقابل جماهير الاهلي الكبيره في قطر، بيسندونا ويدعمونا باستمرار، ونتطلع ان نحتفل معا في قطر باذن الله تعالى. يا خواجه هتحتفل مع جمهور الاهلي وهتشكر لعيبه الاهلي على كل ما سوف يبذلونه ان شاء الله تعالى من جهد كبير في مباراه السبت والتطلع للوصول الى النهائي باذن الله. يمكن اسامه ادريسي واحد من اللعيبه اللي برزت في مباراه بتشوكا وبوتافوجو، هو ابرز لاعب في بتشوكا المكسيكي، هو لاعب مغربي هولندي، ولد في هولندا من اصل مغربي، اتعلم وترعرع في هولندا حتى انه مثل منتخبات الناشئين في هولندا، يعني لعب لمنتخب الناشئين والشباب في هولندا الى ان تم استخدامه للمنتخب المغربي الاول في 2019، يعني من 5 سنوات فقط بدا تمثيل المغرب دوليا. لاعب جناح مهم جدا في الفريق البرازيلي الفريق المكسيكي، وقال يمكن في كلامه بعد هذه المباراه اللي برز فيها وساهم في فوز الفريق المكسيكي على الفريق البرازيلي، قال أسامة إدريسي إن الأهلي منافس كبير جدا في مصر، هو الفريق الأكبر واحد من أكبر الأندية في أفريقيا، بينال احترام كبير جدا في أفريقيا والعالم. قال كمان أسامة إدريسي: نحن نعلم أننا سنواجه استادا مليئا بجماهير الأهلي لوجود أعداد كبيرة منهم هنا في الدوحة، وهذا سيكون تحديا كبيرا آخر لنا. قال كمان أسامة إدريسي: نعلم قبل المجيء إلى هنا أن احنا هنلعب قدام منافسين كبار، وده الوضع عندما نواجه الأهلي، لذا يجب علينا أن نستعد جيدا من أجل المباراة. وقال: ليس من المعتاد أن يلعب لاعب عربي في المكسيك، أنا المغربي الثاني اللي بيلعب في المكسيك، الأجواء هناك مختلفة تماما عن اللي أنا تعودت عليه، لكن أنا سعيد مع زملائي في باتشوكا وأنا أمثل نفسي وعائلتي في المكسيك. الحقيقة لاعب مهم جدا، بيعكس برضو اللعيبة الكتيرة المغاربة يا باشمهندس اللي منتشرين في دول أوروبية، وكتير منهم من أصول مغربية وثقافات أخرى. ده أحد أسرار يعني المغرب والجزائر ثم تونس. أيوه المغرب ظاهرة واضحة جدا، والجزائر أيضا. أيوة. لأن عدد المتواجدين، احنا لما كنا في المغرب في طنجة يفصلوا عن اسبانيا خطوات بالمركب. أيوة. فالتواصل مع اوروبا سهل جدا لشمال افريقيا بالنسبة للثلاث بلاد دول، خصوصا المغرب. فكثير منهم هاجر ويعني استقر في أوروبا، وهي ظاهرة برضو يعني كان نفسي حد يهتم بيها من بتوع علم الاجتماع، لأن عندما نتحدث عن تاريخ مصر القديم نفاجأ أن كثير من الرموز السياسية والأدبية والفنية جذورها مغربية. فهم حتة جرأة الخروج و الاندماج في ثقافات وبلدان أجنبية بتنوع عندهم، وبتخلي في حاجة في علم الوراثة أستاذ إبراهيم، قوة الهجن. يعني عايز تعمل نبات قوي يبقى ما تجيبش 2 من نفس النوع.
يعني يهجن معاه حاجات انواع يعني مش متشابهه لكن مختلفه، يبقى الجينات بتكمل بعضها بتدي لك حاجه مختلفه. عشان كده حبيت اعمل لك حاجه مختلفه ونجيب المحلل الجزائري الاستاذ طارق مكور نجم التحليل في قناه الكاس القطريه. استاذ طارق مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عادل القيعي. السلام عليكم، مساء الخير. سلام ورحمه الله. تحياتي لعدي وابراهيم ولكل جماهير الاهلي وكل جماهير مصر. اهلا بك يا استاذ طارق، ويا ريت ناخد انطباعك عن مشاركه الاهلي في البطوله ورؤيتك لمباراه السبت مع باتشوكا ان شاء الله. طبعا مثل ما قلت في تقولاتي الاولى، الاهلي رمز حقيقي في الرياضه في كره القدم، وفي نفس الوقت فخر مصر وفخر العرب وفخر افريقيا. كنت تكلمت اذا تكلمنا عن الناحيه الرسميه يعني حدث ولا حرج، 44 لقب، 40 لقب في الكاس، 12 تشامبيونز ليج، وكانت عندي الفرصه انه لعبت في الاهلي في 2021 2022، يعني شفت من قريب هذه المنظومه وهذا النموذج الناجح. طبعا عنده كل امكانيات انه يفوز بالمباراه ويروح حتى ينافس ريال مدريد، لكن بشرط انه ما يدخلش في السهوله مثل ما دخل فريق بوتافوغو في سهوله مع باتشوكا، لانه كان تعبان كان مرهق والمدرب ساهم له ما لعبش اربعه ولا خمسه لاعبين اللي كانوا مهمين جدا على غير المادا وسافارينو، وكان الضريبه كانت غاليه جدا. لكن الان الاهلي من المقومات وانه يلعب كل مباراه بنفس الطريقه ودائما يدخل المباراه عشان يفوز. مثل ما قلت كلمه وانا مسؤول عليها، كنت قلت في فيديو انه اللي عنده شيء مختلف في نادي الاهلي هو ثقافه الفوز. ثقافه الفوز اللي اكتسبها على ممر السنين، ممر اللاعبين المميزين، المدربين، الجمهور، المنظومه. ومثل ما مثلت في ريال مدريد، لانه في أسوأ حالاتهم هذه فريقين يفوزوا مباريات. واكبر دليل انه في سنه ميلاديه واحده كان فاز بستين شامبيونز ليج 21 22، يعني شيء خرافي، يعني ما فيش اي نادي في العالم عمل هذا الشيء. ولهذا انا اقول انه راح يكون مرشح حقيقي. جماهير مصر كبيره جدا هنا في الدوحه، احنا نعرف الالتراز قرطان بي بتاع النادي الاهلي، يعني كل سبل النجاح في المباراه موجوده، فقط لازم التركيز، وان شاء الله يكون جهز نفسه بطريقه جيده بعد السفر من ساوث افريكا من جنوب افريقيا، وان شاء الله يكون خير. طيب كواحد من نجوم الكره الجزائريه الكبار، حضرتك شايف الميزان الفني بين الاهلي وباتشوكا ازاي؟ لا من الناحيه الفنيه طبعا احنا احسن، ما الاهلي احسن كثير. باتشوكا فريق فيه بعض الفرديات، لكن يلعب على نظام 4-2-3-1، لكن يركز اسلوبه على التحولات، ترانزيشن، تحولات سريعه والالتحامات البدنيه. لكن الاهلي حتى من الناحيه البدنيه راح يكون مد، ولهذا الاهلي لازم يلعب لعبه، لازم يلعب اللعب بتاعه، لازم يضغط عليه، لانه فريق باتشوكا ما يعرف يضغط، ينتظر ويرتد، ولهذا لازم يفرض عليه اسلوبه عشان يخرجه، لانه اذا فرض عليه اسلوبه يا اما يخليه في منطقته وراح يتحمل عبء المباراه، والا راح يخرج وراح يتحمل عبء المباراه في نفس الوقت، يعني من الناحيتين. لكن فقط ما لازمش يعمل يعطي قيمه اكبر من اللازم لفريق باتشوكا لانه فاز على بوتافوغو. هل فوز باتشوكا على بوتافوغو كان مفاجأة؟ طبعا من ناحية رقمية كان مفاجأة، لكن أنا كنت تكلمت في قناة الكاس قلت له بأنه راح يكون حصان أسود ممكن يفوز، لأنه ليش؟ فريق بوتافوغو كان منتشي بفوز 42 ساعة قبل المباراة، عمل سفر 17 ساعة، من المحال، وأنا نعرف هذا الشيء كمدرب، من المحال أن يسترجع اللاعبين في هذه الكمية من الوقت، محال لأنه راح يلعب مباراة كبيرة جدا. ولهذا المدرب شو عمل؟ يعني خلى اللاعبين المهمين مثل المادا، مثل تريتاس، هذه اللاعبين كانوا هم اللي يصنعوا القرار في نادي بوتافوغو، ولهذا كانت ضريبه قويه. الاهلي راح يلعب بكل لاعبيه، صحيح انه بيعاني شوي من الناحيه الهجوميه، ما مش يسجلوا كثير، في اخر خمس مباريات تعادل ست مرات،
الا انه في المباريات الكبيره الاهلي دايما يكون حاضر. حضرتك قلت في البدايه الاهلي لازم يلعب لعبه بدون تحفظ ولا بهجوم جريء؟ هجوم جريء لكن طبعا التوازن. لما نشوفوا الفورمه اللي فيها ربيعه انا نظن راح يكون قائد حقيقي للدفاع. لازم نجاري المباراه باوقات القوه للفريق، لان في اوقات القوه للفريق الاهلي لازم يسجل فيها اهداف، لانه اذا ما استغلش اوقات القوه راح يكون صعب جدا. لانه شو دور باتشوكا؟ باتشوكا دوره انه ياخذك لاطول وقت ممكن في المباراه، ممكن يرتد عليك، ولهذا انا نظن 15 20 حتى 30 دقيقه من المباراه اذا سجلنا عليهم راح تنقلب المباراه، لانه راح يغير اسلوب فريق باتشوكا. اسامه الادريسي الاخطر في فريق باتشوكا؟ صحيح، ملاعب مميز جدا. واحد من احسن اللاعبين، يعني تربيته وتقديمه كان في هولندا في جرانيجن بعدين في اياكس، يعني لاعب ممتاز لهذا المستوى، لمستوى باتشوكا لاعب ممتاز. لكن طبعا اذا كمال يلعب ما نظنش انه راح يعمل مشاكل كثيره. كابتن بنشكرك شكرا جزيلا على هذا التواصل. كابتن طارق مكور نجم الكرة الجزائرية والمحلل بقناة الكاس القطرية، كنا سعداء جدا بتواصلك وشكرا جزيلا لك. طبعا أنا عايز تعليق أقوله إن اتفاق كل المداخلات اللي عملناها وكل الفيديوهات اللي قلناها هي دي اللي بتهمني، لأن الحتة اللي هم شايفين الأهلي إزاي. الجزء الفني ده يعني دي اجتهادات انا انت عارف رايي فيها قبل المباراه، يعني بدليل ان كل الناس رايحه البوتافوجو لقوا يعني اكتساح من باتشوكا. فالملعب سيبه للفنيين، لكن هو بيدونا فكره برضو عن الوضع الحالي للفرق، والباقي بقى يوم المباراه هيحصل ايه. لكن عندما تحدثوا جميعا يا استاذ ابراهيم عن مكانه الاهلي وشعبيه الاهلي وكيف ان الاهلي كلمه وسر نجاح اي بطوله يشترك فيها في من ناحيه الاقبال الجماهيري، هو ده اللي يهمنا. لان النتائج في علم الغيب، ولكن الامر الواقع، الواقع الحقيقه هي دي، ان الاهلي له مكانه تجاوزت حدود الوطن الى حدود الإقليمية والدولية والعالمية، وأصبح ده الانطباع السائد عند كل من يتابع هذا النادي الكبير. احنا ليه بنقول الكلام ده؟ قصدينه عشان ما نقعدش احنا كمان ننجرف في ردود مع ناس عارفة وبتتجاهل. فهم ياك الناس اللي تسمع من ألسنة أخرى من خارج مصر سواء عربية أو أجنبية، هم كل واحد حر بقى وكل واحد مع نفسه يصدق اللي هو عايزه ويريح نفسه بالطريقة اللي تعجبه. هاتف من الدوحة الصديق العزيز المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي الأهلي في قطر. سيادة المستشار مساء الخير، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. يا مساء الورد، يا مساء الياسمين أستاذ إبراهيم. أولا مساء الخير عليك يا باشمهندس عدلي، ووحشني جدا، وان شاء الله يا رب نشوفكم على خير. انا كنت متوقع والله اشوفكم في الدوحه، بس ان شاء الله نلتقي قريبا، واحنا كده فرحانين بالبطوله ان شاء الله. احنا عايزين نوفر صوتك ما نجهدكش عشان توفر حنجرتك ليوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله. عشان كده مش هنطول معاك. والله طمني، انتوا دلوقتي اكيد بتعملوا البروفات بتاعتكم، الحاله عامله ازاي ونسبه الحضور عامله ايه؟ طيب، هو الحالة كالعادة، الحالة الأهلي لما بيجي هو بيعمل حالة حياة بالنسبة لنا، مش بالنسبة لجماهير الأهلي بس، بالنسبة للشارع القطري بشكل عام يعني. فالواحد دايما فخور إن هو أهلاوي، فخور إنه ربنا اختصني إن أنا أكون مسؤول عن 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 جماهير النادي الأهلي في محفل زي ده. فالكل مبسوط وكل سعيد. حالة هي مش حالة احتفال، ولكن هي حالة استعداد لانك تكون فعلا اللاعب رقم واحد في البطولة او في المباراة.
ان شاء الله بامر الله احنا رتبنا كل الترتيبات اللي لها علاقه بالحضور الجماهيري، لها علاقه بالرسائل اللي هنقدمها، لها علاقه بدور اللاعب رقم واحد في المباراه الاولى، وكلنا تفاؤل وامل انه ان شاء الله عينينا على استاد الوسيل وما بعد استاد الوسيل كمان، انه مش مجرد الحضور او الحضور المشرف او اللاعب المشرف، لا احنا ان شاء الله نحقق تاريخ بامر الله وتحقيق البطوله ضد ريال مدريد. يا رب الاهلي يعني يسعدنا جميعا ويحقق امالكم، وانا اعلم معنى فوز النادي الاهلي في وسط جاليه خارج الوطن بيديلها دفعه وبيديلها يعني شغف مختلف خالص. ونتوقع يعني مش نتوقع، انا متاكد باذن الله ان اللي هتعملوه هيكون مميز جدا، وهيكون حديث الاوساط الرياضيه الكرويه العالميه باذن الله، ان مدرجات اللي بتتفرج على النادي الاهلي لها طعم مختلف دايما. صحيح. ان شاء الله يا باشمهندس احنا يعني بطمنك وبطمن لعيبه النادي الاهلي وكل جمهور الاهلي اللي مش قادر يكون موجود جزء من الحدث، انه هيكون في حضور لا يقل عن 90% من الحاضرين في المدرج الاهلاوي ان شاء الله. انا بس عايز اقول لحضرتك حاجه، وانا كنت شاهد على اكثر من مناسبه للنادي الاهلي موجود في الدوحه، وكنا بنسافر ورا الفرقه في الامارات، وكنا بنسافر ورا الفرقه في السعوديه وفي كل مكان، لكن حقيقه واقع انا شفته ولمسته بنفسي ان الجميع بيراهن على وجود الاهلي الجمهور اللي نجح اي فعاليه، سواء كان الفيفا، سواء كان اللجان المحليه المنظمه، وتخيل انه اللجنه المحليه المنظمه للبطوله اتواصلت معايا قبل مباراه العين، يعني المنطقي انه يتواصل معايا بعد مباراه العين، انه خلاص اتحدد طرفي المباراه والاهلي موجود، لكن انه يتواصل معايا قبل مباراه العين بتمني وشغف انه ان الاهلي هو اللي يكسب المباراه علشان يجي يدي زخم للبطوله ويدي نجاح للبطوله، وفي نفس الوقت اللجنه المحليه المنظمه بتراهن على جمهور الاهلي في الفعاليه نفسها وفي حاله الجمال اللي بتحصل من جماهير الاهلي ومن النادي الاهلي هنا في الدوحه. فان شاء الله بامر الله ربنا يكلل جهودنا، وزي ما قلت لحضرتك كده هي حاله فرحه وحاله نجاح، ان شاء الله يا رب نكون فنا البطوله بامر الله. جديده زفه الموتوسيكلات دي كانت يعني اول مره اشوفها بالطريقه المنظمه دي، وقطعا ليها معنى، يعني انتوا كنتوا حريصين عليها قوي. يعني كنا حريصين عليها جدا وشغالين عليها من فتره، ما يعني كان في طبعا الموضوع ده مش من دلوقتي، بس احنا شغالين عليه من فتره طويله، ودول مجموعه اسمهم خياله الاهلي بيشتغلوا معانا في ضمن المجموعه بتاعه الرابطه. الهدف ان احنا مختلفين ولازم نكون مختلفين، وكان في صعوبه كبيره جدا في الاستقبال، وانا لاول مره بقول الكلام ده في اي مكان، انه في ايام او في فتره دوره الالعاب الاسيويه او بطوله اسيا صدر قرار من الجهات الامنيه هنا انه ممنوع الاستقبال البعثات سواء كان في المطار او في الفندق، ولكن برغم كده حاربنا علشان نعمل استقبال عشان نوصل رساله للاعبتنا من اللحظه الاولى لوصولهم البلد هنا، فكان عندنا تخوف بصراحه انه يتم الغاء الاستقبال بشكل عام او عدم الموافقه على الاستقبال في الفندق، فعملنا فكرنا بفكره بديله ان الاستقبال والرساله توصل للعيبه من خلال حاجه جديده ما اتعملتش قبل كده، تليق بالنادي الاهلي وتليق بجمهور النادي الاهلي. فظهرت عندنا فكره الخياله ان احنا نعملها، وفعلا اسمها خياله الاهلي، وان شاء الله البذره بتاعتها هنا في الدوحه هتستمر وتكتمل تشمل كل خياله الاهلي في المنطقه العربيه. عدم الاستقبال في المطار كان للدواعي الامنيه في قطر. مظبوط دواعي امنيه، واحنا بنحترم اللوائح والقوانين وبنحترم قوانين البلد، والناس متعاونه معانا جدا، الناس بتحترم جمهور الاهلي جدا، احنا شركاء معاهم في اكثر من بطوله واكثر من منافسه سابقه، وعارفين يعني ايه جمهور الاهلي، فلازم نحترم ده، ومن باب الاحترام ده والتقدير ده سمحوا لنا استثناء، وده لم يسمح لاحد ان احنا نعمل استقبال في الفندق. قول لي بقى، مجهزين اي دخلات جديده مختلفه بافكار مختلفه في المباراه؟ ان شاء الله مش عايزين نعرف تفاصيل، بس مش
يا شروق شبه مفاجأة. بص مهندس الصفقات مصمم على السرية بيعتبرها صفقة برضه. المهندس مهندس الصفقات لو معانا هو في غرفة مغلقة هقول له. إن شاء الله تجهزوا لنا حاجة تسعد الجماهير كلها وتعبر عن هذا الشغف الكبير وهذا التميز العالي جدا لجماهير الأهلي في كل مكان يا معالي المستشار. إن شاء الله. وأنا طبعا دي قناة بيتنا الكبير طبعا قناة النادي الأهلي، وبشكركم بصفة شخصية الباشمهندس عدلي وحضرتك الأستاذ إبراهيم على دعمكم الدائم ومتابعتكم لينا، ويعني بجد ده فخر كبير وشرف لينا انه نكون معاكم باستمرار، وان شاء الله اطلع معاكم مره ثانيه واحنا باذن الله يكون بامر الله ان شاء الله. تحياتنا ليكم واحد وواحد، وتحيه شخصيه تنقلها بقى للدكتور سامي قاسم. يعني بس قبل ما اقفل معاك حضرتك بتكلمني دلوقتي انا قاعد في البيت وعندي كوكبه من جماهير النادي الاهلي اللي عشت. يعني انا اقول لك مثلا اول واحد مثلا اكرام الروديني قاعد جنبي. اوه اكرامي طبعا. اوه اسامه السويسي طبعا. الاخ العزيز الجميل وصديقي حبيب قلبي محمد سعيد خطفناه منكم النهارده. الله 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 الله. انت معاك عصابه كامله. لا عصابه الاهلي كلها موجوده هنا. ناس مثلنا عليهم كلهم وان شاء الله فرحانين مع بعض يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله بامر الله كلهم بيحيوكم وبيسلموا عليكم وبيقولوا ان شاء الله نحتفل مع بعض بامر الله يوم ان شاء الله. ان شاء الله مع المستشار. تحياتي وتحياتنا لكل الاخوه عندك ودايما في ظهر النادي الاهلي ودايما فرحانين باذن الله. شكرا جزيلا للمستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي الاهلي في قطر. شكرا جزيلا للمستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي الاهلي في قطر. خدوا بالكم المستشار حسام ابو العلا محكم دولي في منظمه التجاره العالميه، فحد عنده من الاعمال والاعباء الدوليه الكبيره، لكن ده كله مش واخده بعيدا عن النادي الاهلي او عن رابطه مشجعي النادي الاهلي او الاطلاع بهذا الدول الكبير. لا والله رابطه المشجعين بره استاذ ابراهيم بيبهرونا. يعني حبهم وتفرغهم وتفانيهم على حساب كثيرا مصالحهم الشخصيه وما ينفقوه في سبيل دعم مش بشكل مباشر ما يتكلفوه في سبيل دعم النادي الاهلي ليس بالهين يعني. عشان كده اللقطه بتاعت المستكلات دي بتقول لك قدر التنظيم ده مش قال لك دول خيالت الاهلي. خيالت الاهلي يعني بدل الخيل بقت موتوسيكلات. اللقطه جميله ومعبره وفيها حوالي 100 موتوسيكل. يعني كل التوفيق ان نقدر نسعدهم عشان يعني مزيد من الابتكارات ومزيد من الدعم ان شاء الله. مزيد من الدعم لمزيد من الفرحه باذن الله بعد الفاصل. يا رب دايما فرحانين وباذن الله تعالى يكون مساء السبت فرحه اهلاويه كبيره ان شاء الله تعالى. بدانا في بدايه الحلقه اشرنا الى تغيير مجلس اداره اتحاد الكوره وتولي المهندس هاني ابو ريده ومجلس ادارته اداره شؤون الكره المصريه لاربع سنوات قادمه، وفي اخر لحظات عمل المجلس المنقضي ولايته برئاسه الاستاذ جمال علام كان الاستاذ محمد ابو الوفا عضو مجلس اداره الاتحاد ضيفا على الزميل ابراهيم فايق. الحقيقه
أبو الوفا تكلم حتى أراك، لأنه يمكن الحاجة الغريبة جدا اللي قالها عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق إنه الأهلي مسؤول عن أزمة أو مشكلة عدم استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022 في القاهرة، البطولة اللي اتعملت من مباراة واحدة واللي اتلعب النهائي بتاعها في الدار البيضاء للأهلي مع الوداد المغربي، وبالطبع فاز صاحب الأرض وفقد الأهلي فرصة إحراز لقب كان يبدو قريبا منه. انت بعد كل ده تحمل الأهلي المسؤولية؟ نسمع أبو الوفا الأول وبعد كده نتكلم. مجلس إدارة الاتحاد في قفص الاتهام لأنه أخفى خطاب ترشح مصر لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022، مما تسبب في ضرر على الأهلي باللعب أمام الوداد في المغرب وسط جماهيره. رد حضرتك. لا، هو مجلس الإدارة لم يخفي، وإن لجنة الوزارة لما فحصت هذا الأمر برضه هي حملت النادي الأهلي جزء من الـ من الـ من الـ من الخطأ، وكان النادي الأهلي وإدارة الاتحاد، خصوصا ان الاتحاد برضه كان في بداية ولايته، وإن كان في حدث خطأ فالوزارة جت فحصت الموضوع تماما، وهذا الأمر بعيد كل البعد عن مجلس إدارة الاتحاد. مين اللي مسؤول عنه لو هو بعيد عن مجلس إدارة الاتحاد؟ هي التقرير الوزارة جاء وطلع بيان كامل بالمسؤولية الكاملة. طيب، حاجة بتقول إنه والنادي الأهلي تتحمل جزء من المسؤولية برضه. إيه المسؤولية اللي وقع على النادي الأهلي، وإيه المسؤولية اللي وقع على اتحاد الكرة من وجهة نظر حضرتك؟ ما هو الـ 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 يعني الـ الأهلي أخطأ في إيه؟ هو الخطاب جه الأهلي ما شافوش، فالاهلي الجزء اللي وقع عليه من وجهه نظر حضرتك او الوزاره قالت له؟ انا مش فاكر ان الوزاره قالت حاجه شبه كده. لا، الوزاره تقرير الوزاره لو حضرتك سرشت عليه انا طبعا لك مش ده. فاكر بعته لي حالا يا شباب. لكن الجزء الاخير في تقرير الوزاره حمل النادي الاهلي جزء من المسؤوليه. طيب، ما عندكش حاجة تقدر تقولها فيما يتعلق؟ لا، هو أنا متأكد منه إن مجلس إدارة الاتحاد لا يسأل عن 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 هذا الخطأ نهائياً. مجلس إدارة الاتحاد في قفص طيب، يعني أنا بس عايز إيه الأستاذ أبو الوفا، يعني الحقيقة هو 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 أجاب عن أمر وكأنه لا يريد أن يقول حقيقة أو لا يعلم، فإن كنت لا تعلمها مصيبة، إن كنت تعلمها وتريد أن تخفيها. هو قال حاجة بس عنده حق فيها، هو اللي اتعاد ما أخفاش الخطاب، هو ما حدث أخطر بكثير من إخفاء الخطاب، لأن لو هم الأول قاعدين يتعاملوا مع الموضوع إن سهل من أحد الموظفين، ولكن إن الخطاب يتضمن ست فقرات أهمها نهائي دوري الأبطال، يعني موقف الاتحاد والنادي الأهلي أو الأندية المصرية من رغبتهم في استضافة الحدث، ده أهم فقرة. فلما الجواب بيروح للوزارة تتشال منه الفقرة دي، يبقى هنا مفيش إهمال، هنا تعمد إخفاء. خلينا أشرح لك اللي حصل وقتها. الاتحاد الأفريقي بعت للاتحاد المصري شأن كل الاتحادات أعضاء الكاف، الأجندة بتاعت المسابقات اللي جاية، سبع أحداث: الشاطئية، الصلاة، الناشئين، التصفيات الأولمبية، ونهائي دوري الأبطال من مباراة واحدة. اللي حصل هو طبعا الناس مشيت ورا كلمة الجواب وإخفاء الخطاب، هو كان إيميل متضمن السبع إيفنتات اللي جايين، أنتوا هتنظموا كل اتحاد تنظم إيه منها؟ اللي عايزه منها. اتحاد الكورة بعت للوزارة الست أحداث اللي شايف إنه يقترح إنه مصر تقدم طلب استضافتهم، حط الستة وشال نهائي دور الأبطال. إذن تم حذف نهائي دور الأبطال من الخطاب اللي طلع من اتحاد الكرة لوزارة الشباب والرياضة. يعني الاتحاد أكمل أنا بقى، بيقول مش عايزين ننظم نهائي دور الأبطال. اتفضل. لأن في البداية كان الاتحاد عايز يرميه على الوزارة، المسؤولية على الوزارة، هي اللي الوزارة طلعت الجواب. فالوزارة قالت لهم انتوا ما بعتوليش خالص من الأساس إن ممكن ننظم الحدث في مصر.
عشان نبتدي كوزارة نقول لكم سألوا الأندية وبعدين احنا نقول لكم ممكن ولا مش ممكن. فالموضوع أصلا لم يرسل. ده اللي خلى الوزارة استاءت من هذا الموقف المريب وقالت لا بقى تعالوا نحقق ونشوف مين المسؤول. بتقول الوزارة عملت تحقيق، عملت لجنة الحقيقة رفيعة المستوى تقص حقائق للموضوع بالكامل، وخلصت وقتها في تقرير رسمي أصدرته وزارة الشباب والرياضة في بيان حملت فيه اتحاد الكرة مسؤولية أزمة نهاية دور الأبطال اللي انتهى بفوز الوداد. أبرز وأهم ما فيه في البيان الرسمي من الوزارة المسؤول عن عدم استضافة مصر لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا هو الاتحاد المصري لكرة القدم، لعدم قيام الإدارة التنفيذية بالاتحاد بعرض الأمر في حينه حتى يتم اتخاذ القرار الملائم في ضوء ذلك وفقا للاختصاصات أو اختصاصات الاتحاد. تعال نقف هنا بس يا أستاذ أبو الوفا، في أوضح من كده حاجة؟ إن بيان يطلع من لجنة مكلفة بالتحقيق مع في الأمر ومع الاتحاد ومع مسؤوليه وتطلع بهذا الوضوح والمباشرة إن أنت المسؤول الأول كانت فين النادي الأهلي؟ جبتها منين؟ أنت جبت النادي الأهلي، إن الوزارة حملت النادي الأهلي. على فكرة أنا كنت الأول هاخدها بحسن النية إن الراجل مش عارف، لكن هو برده ده أدان الاتحاد بالكامل أن تذكر وتغير من الحقيقة عندما يناقشك أحد وتظن أن الناس نسيت أو مش هتعرف تجيب الحقيقة أو مش هترجع لأصل الأحداث فتقول الوزارة حملت النادي الأهلي. يبقى ده مع سبق الإصرار والتراصد والمكابرة أن في مش غلط بقى أن في تعمد أن النادي الأهلي ما ياخدش هذه الفرصة، وأنه كمان ما اكتسبش الحق في ان تظهر الحقيقه. لان لو تذكر استاذ ابراهيم كان عتابنا على الوزاره وقتها ان الوزاره اكتفت بانها شاورت ان المدير التنفيذي موصول هو المسؤول وهو اللي ما عملش كده وثابت للاتحاد ياخد القرار. وعلى فكره اتحاد الكره نفسه لما قال ما تعرضش علينا كان في جزء من الحقيقه، اللي تعرض عليهم جواب ما فيهوش استضافة الأندية واخد بالك. فما يسأرش بقى الاتحاد، هو أنا كاتحاد إزاي تدلس عليها تبعت لي جواب مبتصر مختصر؟ الاتحاد حتى ما خدهاش في 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 شكله في شكل احترام الناس لمجلس إدارة إن يمضي. قال لك الأستاذ جمال علام ما كانش عارف إنه مضى على الورق اتحط له كده، فاكتشف إنه مضى عليه. إذن الأمر كان واضح جدا، المسؤولية الوزارة شاورت على الإدارة التنفيذية في اتحاد الكرة، والحقيقة مجلس الأستاذ جمال علام كان أضعف من أنه هو يشيل المدير التنفيذي رغم وضوح المسألة ورغم التحقيقات اللي أظهرتها اللجنة المختصة من الوزارة وتحديد المسؤولية بهذا الوضوح. كويس قوي، بس كويس قوي. هنقول أن في حاجات أجبرته لكن أن يطلع عنده مجلس إدارة يتبرأ ويرميها على الأهلي يغير الحقيقة، لا ده في حاجة أكبر من هذا الأمر. صحيح. طيب في هذه الأزمة اطلع الكابتن محمود الخطيب وبكل حسم في على منصة التتويج مع إنفانتينو ومع الموتسيبي وقال لهم نوت فير. اللي حصل نوت فير، وكانت الكلمة واضحة وقوية إلى درجة إنه دفعت الاتحاد الأفريقي انه يعدل عن نظام الفاينل من مباراه واحده ويرجع يلعب الفاينل من مباراتين بسبب فعلا الراي الواضح والصريح وشعورهم انه الاهلي اتظلم. على فكره ده مش اخر حاجه في مواقف رئيس النادي الاهلي الحاسمه، لكن الخطيب ولحظات الحسم كانت مهمه جدا في مواقف عده ومختلفه. الخطيب ولحظات الحسم تقريبا مع كل تفاوض أو كل موضوع يكون الأهلي طرف فيه. شفنا أيام موضوع رمضان صبحي وإزاي كان الكلام واضح وصريح وحاسم. كابتن سيد عبد الحفيظ
الشيء بالشيء يذكر، كان مع الزميل مهيب عبد الهادي، تذكر الموقف الحاسم للكابتن الخطيب في مفاوضات رينيه فايلر المدرب السويسري للاهلي، لما رغب فايلر في انه يسافر ويشوف الموقف هيعمل ازاي. كان الحديث عن مفاوضات الزمالك لمحاوله ابقاء جوزيه جوميز البرتغالي قبل ما ينتقل للفتح السعودي. تذكر سيد عبد الحفيظ لحظات الحسم والقرار الحاسم من الكابتن خطيب، نشوفه. احنا كان عندنا في موسم 2020 اللي هو بتاع القضيه ممكن ده كان يوم 1/10، كان في اجتماع يوم 25 او 26/9، وفايلر كان عنده رغبه ان هو يمشي. واحنا كان عندنا يوم 17/10 مباراه مع الوداد المغربي، وبعدها باسبوع مباراه العوده سيمي فاينل. ف الامور طبعا رايحه في اتجاه ان احنا هنلعب بالوداد وبعدين النهائي، والامور كناحيه فنيه هتبدا تبقى مش مستقره. فكان في اجتماع الحقيقه من اقوى الاجتماعات. احنا بس بنقوله دلوقتي عشان ممكن المقارنه ما بين، مش مقارنه بس يعني رحيل جوميز يعني مش مقارنه بس يعني الشيء بشيء يذكر يعني. تمام. فالحقيقه كان في مواجهه كانت قويه جدا جدا، كان موجود فيها لجنه التخطيط وانا وكابتن الخطيب مع فايلر، وقعدنا معاه وهو قال الراجل ان هو عنده رغبه ان هو يسافر وبعدين ياخد القرار من هناك. فكابتن الخطيب الحقيقه كانت مواجهه من اكتر المواجهات اللي انا استفدت منها حتى على المستوى الشخصي، كمواجهه في انهاء عقد او انهاء عمل بما لا يضر النادي وفي نفس الوقت استفاد منه. فالراجل كان بيتكلم بيقول ان احنا يعني ان انا محتاج اقعد مع اسرته، ده حقه مفيش مشكله، لكن التوقيت ده كان في مشكله كبيره جدا 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 ممكن تحصل فنيا يعني. فقال له انا محتاج ان انا اقعد مع اسرتي وبعدين نتكلم مع بعض، اتشاور معاه ومع زوجته يعني واسرته كامل وبعدين ناخد القرار يعني. فكان رد كابتن الخطيب الصراحه كان عجبني جدا، قال له يعني انت هتروح سويسرا بعدين تتكلم مع اسرتك بعدين تاخدوا قرار، وانا عندي ماتش سيمي فاينل بعد 17 يوم ولا 18 يوم يخص 70 80 مليون مصري وانا اولهم، فاستنى لحد ما تشوف يومين ثلاثة أربعة خمسة وانت مسافر وفرقة بتتمرن هنا يعني، فممكن تيجي زوجتك النهاردة وتاخد قرار النهاردة، لكن لو خرجت بره او ركبت طياره خلاص ده هعتبر ان انت مش معانا يعني. طيب هنا هذه المواقف اللي فيها الشصال بتبين لك النادي الاهلي، وعشان كده انا دبل لي حتى ما يقولوا ايه الازمات والاستقرار وبتاع، لا الاستقرار عندك انت في نظامك انت، مش براك، مش حد يسيبك، مش حد يعمل لك مفاجاه يعني غير متوقعه. فالكابتن خطيب يعني لو ركبت الطياره انت مش معانا، تاني بيقول له هروح واكلم مراتي، قال له والماتش اللي بعد اسبوعين ده اللي مصيري مرتبط باهتمامات 60 70 مليون مواطن وانا منهم، انت جاي تقول لي انا جايب لك زوجتك النهارده واحسموا الامر النهارده، انت معانا ولا لا؟ لكن لو ركبت الطياره هذا معناه انك مش هترجع، يعني انت كده خدت القرار مش انا. واخد بالك؟ ما هو ده ذكاء. انه يحط لك القرار انت اللي خدته. ايوه. وهذه مواقف اما بتتكرر بقى سواء مع لعيب او مع مدرب او بتقول لك ان ده سيستم. ايوه. ان دي قناعه اداريه. القوه بوضوح. ان قناعه اداريه، وانت ما تقعدش تحسب انا هخسر ايه واكسب ايه. فربنا يوفقك وتختار البديل وتكمل وتنجح. وفي المشوار ده اختار البديل الكابتن خطيب وقتها في قرار الناس كلها اندهشت، لاول مره مدرب من الجنوب الافريقي للشمال. ايوه. بيذكرني لما دور ريفي جه اهو، دور ريفي انجليزي. لا لا لا، لا انجليزي ايه، ليله الانتخابات. ماشي. فالكابتن صالح بيقول لنا ده ماشي، قلت له طب وبعدين؟ وقفت له مش قلت ما تقولوش استنى شويه، قال لي لا عينت مين؟ جاب الكابتن السايس مدرب تحت 14 سنه عملوا الفريق الاول. ها ده يدلك على ايه؟ مدرسه بتكمل، لما يبقى عندك شخصيات قويه واثقه في نفسها تاخد القرارات القويه. ها
واخرهم اهو كابتن خطيب اهو اللي ما عادش يفكر في احتمالات ممكن تخليه يتردد. حسن كابتن حسن ايقاف 17 لاعب وانا داخل على لاعب الزمالك فاينل في دور الثمانيه في كاس مصر. ما فكرتش. دي يا جماعه ثقافه، ده اللي بنقوله. دي مدرسه الاهلي. مدرسه وثقافه وموروثات، وفي الاخر حبوا الاهلي كما وجدتوه وحافظوا على تراثه. كابتن سيد عبد الحفيظ في بقيه الفيديو ده قال لك انا سالت كابتن الخطيب بعديها قال لي استنتاجك يا سيد، قال له استنتاجي يا كابتن، انت علمتني درس قوي جدا في الحسم مع الراجل، وقد كان القرار بهذه القوه وهذه الحده وهذا الوضوح حفاظا على الفريق مع انجح مدير فني بيعتبروه الناس داخل النادي الاهلي. لحد طبطب ولا حد قال له معلش عشان خاطرنا وخليك معانا شويه، طب نكلم مراتك، طب مش مع كل الكلام ده، لا انت اللي لازما تكون حريص على ان انت تستمر في النادي الاهلي. طب دي لو مش ركبت الطياره انت مش معانا. دي مش بتقول لك برضو ان دي ثقه منك في نفسك وفي فريقك وفي نظامك طبعا ما الثقه دي هي اللي بتخليك تاخد قرارات قويه. وعارف دي اللي بتخليك ايه؟ زين النوادي. طبعا دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي زين النوادي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله تحية وجلالا.